السلام عليكم حكماء، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حكماء، اليوم موضوعنا لهذا أو موضوع درسنا لليوم هو لاتيروسكليروز أو التصلب الشرياني، أوكي، أو تصلب الشرايين. هل الصوت واضح لكي نبدأ على بركة الله حكماء؟ أريد أن أتأكد أولا من وضوح الصوت، فكما تعلمون الاتصال ضعيف نوعا ما، لكن سأحاول بإذن الله تعالى أن يكون الصوت واضحا. إذن الحكماء، هل الصوت واضح؟ قوموا بالتعليق فقط، أوكي؟ Laissez des commentaires. OK. هكذا برك باش نشوف اسكو لا فوا اي كلير او نون. Alors الحكماء، هل الصوت واضح للمره الاخيره قبل ان اشرع في تقديم درس لاتيروسكليروز؟ هو درس، بالمناسبه حكماء، هو درس مهم جدا. كما قلت لكم سابقا عندما قدمت لكم البرنامج للذين حضروا معي او للحكماء الذين حضروا معي، تكلمنا عن لو بروغرام دو لا كارديولوجي، و انا بارلي سور لاتيروسكليروز parmi les cours bien sûr لاتيروسكليروز، و انا بارلي aussi sur l'AOMI ou bien l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et j'ai dit précédemment que l'AOMI ou bien l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une complication ou bien est parmi les complications de l'athérosclérose. OK? Très bien. Bon, je vais lire les commentaires. Allez, je mange, je sais pas, pas de commentaires. Alors, le Hukama, est-ce que la voix est claire? My voice is clear. Yes or no. هيا الحكمة، أقول باش نبدأ على بركة الله. Okay. I'm waiting. هيا الحكمة، إنني أنتظر. هل الصوت واضح أم لا؟ هكذاك باش ما كيما نقولوا حنا الإنسان ما يديرش هكذاك ليفور. باطل. إذا كان صوتي واضح ما كان له. سما باش نبدأ مباشرة. هل الصوت واضح أم لا؟ الصوت واضح أم لا؟ وي واضح، ممتاز. هاي على بركة الله الحكماء، نبدأ مع لاتيروسكليروز. أول حاجة الحكماء، كما تعودتم معي، للحكماء الذين تعودوا معي في تقديم الدروس، دائما أحبذ أن أبدأ من العام إلى الخاص. وش معناتها؟ نبداو سع بال ما نقدروش نحكيو على باثولوجي، أوكي، سون كونيتر لا ستركتور فيزيولوجيك. ميم كي تعودوا تقراو في اون باثولوجي، اون تيل و تيل باثولوجي، جامي تروحوا تقراوها طول. روحوا سع شوفوا لا كومون ديراج لا لورغان دون سا ستركتور سين، اوكي، ومن بعد نروحو نحكيو على لا باثولوجي. ما تروحوش طول نروحو نشوفو لا تيروسكليروز كذا 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 ستري ليبيديك، تعودو تخلطو سي كوا حكيمه ستري ليبيديك ايتترا. اوكي، اون ا باسي يعني بعد بهاد لي بروبليم، مي اون دو كونيتر لا ستركتور نورمال فيزيولوجيك دي زارتير. سا باش كي نحب نحكي لكم على الانتيما، نحكي لكم على لا ميديا لادفنتيس، دونك تفهموني واش راني نحكي. الوغ لا ستركتور دي زارتير، كيما تعرفوا الحكماء، لي فيسو، كونت اون دي فيسو، كو سو سوا ارتير كو سو سوا فين، بمعنى كو سو سوا شريان، اوكي، والله وريد. شريان اللي نرمزونه باللون الاحمر، والوريد اللي نرمزونه باللون الازرق. نقطه، نروحو بيان سور نبداو سهل بلا ستركتور دي زارتير. على بالكم بلي لي زارتير هي التي تحمل الدم المحمل بالاكسجين والمغذيات للانسجه. ممتاز. La structure تاعها 100% راح تكون مختلفة تماما عن la structure des veines. اوكي، ربي سبحانه وتعالى واش داير فيها من حكمته، بيان سور افيك لو بورسونتاج ولا ميم ليبيسور،
فيها لانتيما. اي كونت اون دي لانتيما علاش سميناها انتيما؟ باغس ان فيت اونتر بارونتيز سي اون كوش كي اي اون ريلاسيون انتيم افيك لو سان، راهي لاصقه كيما نقولوا حنا انتيمومون لاصقه في لو سان، تسمى قاعده هناك اون كوميونيكاسيون مع لو سان. اوكي تري بيان، دونك لو سان يعدي لهنا، دونك سي انتيم، دونك سي انتيما. تري بيان، هنا لوندوتيليون كيما تعرفوا لوندوتيليون هما الطبقه التي تشكل هذا الانتيما. ممتاز، نروحوا قبل ما نروحوا لا ميديا. ميديا يعني جايه في النص. اوكي جايه في النص، باغ اكزومبل يقولك باغ اكزومبل طيبت اللحم كما نقولوا حنا ميديوم، برك يعني شويه شويه، طيب ما طيبتوش بزاف، ما يكونش طايب بزاف وما يكونش طايب ماوش طايب، دونك سي ميديوم. يعني نعطيكم لي زاستيش باش تهزوا هاد لي كوش. دونك انتيما سي بون، اوكي الي انتيما افيك لو سان، ميديا سي لا بارتي موايان، فوالا. اي بيان سور هاد لا بارتي موايان تسمى حنايا باش نقدروا نفصلوا ما بيناتها ما بين الانتيما وما بين لادفينتيس، دونك كاين حدود. اوكي كيما نقولوا حنايا لي ليميت اللي يفصلوا ما بين الانتيما لا ميديا، لا ميديا اي لادفينتيس. دونك نسميوهم الانترنال الاستيك لامينا، دونك هي دونك شوفوها ها هي لهنا اكزاكتومون كيفاش يسميوها لكم، باسكو كي نديرها لكم بالفرنسي سي با لا بين. فوالا لا ليميتانت الاستيك انترن، وكاينه لا ليميتانت الاستيك اكسترن. انترن متفاهمين باسكو سي لا بارتي لا بلوز انترن، ولا ليميتانت الاستيك اكسترن سي اكسترن جايه. فوالا اكزاكتومون لامينا ولا لا ليميت. فوالا شوفوا معايا مليح، لا ميديا، لا ميديا تتكون دي سيلول موسكولير. راكم تشوفوا شتو لي سيلول موسكولير هادو، ما شتو ها هي لو نوايو. شوفوا كيفاش كيما نقولوا حنايا حرشوفيه الشكل. اوكي تري بيان، لادفينتيس، لادفينتيس جينيرالمون تتكون من اونتر بارونتيز دي سيلول غريسوز، تتكون من لي زارتير وتتكون من لي فان. اوكي يعني كيما نقولوا حنا اللي يغذيو يعديو فيها دي فيسو. تري بيان، يعد فيها دي سي كلكو سيلول موسكولير. اوكي كلكو سيلول فقط. اوكي اي سا نروحو دوك نديرو بالتفصيل. دونك شفتوها دون مانيير جينيرال تتكون من لانتيما، ومن بعد لا ليميتانت الاستيك انترن، ومن بعد لا ميديا، ومن بعد لا ليميتانت الاستيك اكسترن، ومن بعد لا دفينتيس. هنايا باش نفهمو واش رانا نقراو لا فورماسيون توجور. شوفوا معايا الحكماء مليح، لاختير نورمال الشريان العادي ديما نبداو بلا ستركتور نورمال، اي كونستيتوي دو 3 بارتي متفاهمين. فيه لانتيما تتكون من اندوتيليوم وهي عباره عن طبقه احاديه الخلايا، صدير اون سول كوش سيلولير مونو سيلولير كيما شفناها لهنا. فوالا سي سا مونو سيلولير. تري بيان، tapissant la lumière du vaisseau et séparant le sang du reste de l'artère. Très bien. La deuxième, من بعد نشوفو la média. OK, c'est une couche musculaire lisse. Voilà, شوفو les cellules musculaires lisses. Très bien. Et l'adventice, la couche la plus entre parenthèses on peut l'appeler on peut l'appeler par une gaine, يعني كيما نقولو حنايا غلاف. Voilà, c'est la gaine. شوفو معايا مليح ديما هنا مقطع عربي، شوفوا هنا يا سي لوندوتيليوم، شتو الخلايا تاع لي سيلول اوندوتيليال سي لانتيما، ومن بعد شوفوا الحمراء هادية شتو لو سيركل هذا حمر سي لا ليميتانت الاستيك انترن، ومن بعد لي سيلول موسكولير لي سي لا ميديا. اوكي ومن بعد ديك هادي لا ليميتانت الاستيك اكسترن حمراء واحده اخرى، ومن بعد ديك سا سي لادفينتيس. Bon, une autre image très claire, je touche clair. Donc ça, c'est l'intima, la limitante élastique interne. Là, c'est la média, oh, très très bien, les cellules musculaires lisses. Et là, c'est la limitante élastique, élastique allège, parce que les artères sont élastiques. Les mélodiques, comment dirais-je, pour s'adapter à donc, entre parenthèses, c'est un jeu de pression. Sma, qui t'ihtiaj une vasodilatation, l'odo y'ihtiaj ila dam kibir. اوكي دونك صار اون فازو ديلاتاسيون، وبالتالي لازم تكون لي ستركتور، شوفوا حكمه ربي سبحانه وتعالى انه داير هناك اون ادابتاسيون او تكيف مع الوضع، وبالتالي سي الاستيك. فوالا لا ليميتونتي الاستيك اكسترن، فينالمون سا سي لادفينتيس. فوالا
هنايا زعما داير لكم هنا دو ليكستيريور على الانتيريور اون تونيك اكسترن سي لادفنتيس فيبروز كونتينون دي فيسو اي دي نير كوم جي ديجا دي سا. تونيك موين فوالا سي لا ميديا موسكولو الاستيك. Très bien. Allez, je mets un musculo élastique. J'ai dit les cellules musculaires lisses élastiques, c'est par rapport à la limitante élastique interne et la limitante élastique externe. Et finalement, la tunique interne, c'est l'intima formé d'un endothélium. Montez. Très bien. Voilà. Donc, toujours c'est ça l'intima. Nous faut ensuite la média. Comme j'ai déjà dit, donc ce sont des cellules musculaires lisse, donc c'est musculo-élastique, et finalement c'est l'adventice, voilà, l'adventice en périphérie, il y a des adipocytes, ou là, des cellules graisseuses, voilà, il y a des fibres de collagène, l'élastine, ainsi, etc., il y a les veines, les artères, à la différence des veines, les artères ne disposent pas de valves, يعني ne contiennent pas de, يعني entre parenthèses là تحتوي على les valves أو الصمامات خلي بالكم هذه بها mais les artères non les artères parce que علاش لأنه دورهم مهم جدا كون imaginez vous الحكماء كون هاد les artères فيهم les valves ما فرتش سما العضو كون ما يكونش هناك تدخل سريع للدم مثلا نعطيو مثال مثلا القلب مثلا لي غان دونك كون كاين صمامات كون صرا كون هناك مشكل اوكي هنا باش تعرفوا برك الفرق ما بيناتهم تري بيان فوالا لحد الان مفهوم فهمنا دون مانيير جينيرال هنا فقط هنا سي لا 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 اونتر بارونتيز لا فورم كومون ديراج سي لا نابات اوكي سي ليتود اناتومو باثولوجيك بار الميكروسكوب واش تلقاو شوفوا لا لوميير شوفوا هنايا زعما الدم سي سا سي لانتيما تري بيان اوكي سا سي شفتو ها شتي لا ليميت la limitante élastique interne et la limitante élastique externe. Ha, la limite, souriez la chouille, on est ici chouille chine. Et ça, c'est la média. Voilà, je trouve la média que demain. Voilà, très bien. Ça, c'est, je trouve que c'est très important de mentionner que la média, les artères, est plus épaisse par rapport aux veines. Voilà. L'athérome, c'est quoi l'athérome? بعد نشوفو سي كوا تري تري امبورطون و تري تري بيان و تشوفو بلي لاسمو اتيرون فوالا هنا زعما لا فورماسيون يقول لكم بلي لاتيرون ديبيت بار اون ستري ليبيديك ومن بعد نعطيكم تصاور شوفو ما تقلقوش خلاص باذن الله تعالى تخرجوا فاهمين شو هو دونك كونت اون دي ستري ليبيديك كونت اون دي اون بلاك سامبل اون اي اتسيتيرا دونك سي تو ان فيت سي ان سامبل ديبو دو غريس linéaire et sans conséquence pour le flux situé entre endothélium et média. متفاهمين هنايا هاد لا ستري ليبيديك الحكماء يبدا من الصغر فهمتوا لا ستري ليبيديك علاش نقولوا باغ اكزومبل كي نقولوا نقولوا الاولاد الصغار ما تكثروش من يقولوا كاو صغير خليه نو كاين اطعمه ولا سورتو في لو مود دو في هاد كيما نقولوا حنا في وقتنا كيما نقولوا حنا الفاست فود الطفل ما يتحركش بزاف لي جو الميكرو ايتترا دونك ما يتحركوش خلاص دونك لا ستري ليبيديك ملي كان باغ اكزومبل يدير كلكو مليمتر تلقاه باغ اكزومبل عند لا نوفيل جينيراسيون تلقاه كبير دونك الانسان ما يخممش دوكا يخمم كي يولي ا بارتير دو لا ترونتين يولي يخمم يقول ايتترا اوكي Donc c'est un simple dépôt de graisse linéaire et sans conséquence pour le flux. Avec le temps, شفتو, il بدا يكبر العبد, يولي في عمره 30, 40, 45, etc. Cette strie peut grossir, se charger en lipides, en fibrinogènes. Et quand on dit fibrinogène, qui dit fibrinogène dit thrombose, thrombus, etc. En plaquettes et autres cellules sanguines et en calcium pour constituer la plaque d'athérome. Ok, celle-ci devient plus ou moins importante et peut diminuer suffisamment le calibre de l'artère pour diminuer son débit. Et ce qu'on appelle l'obstruction ou les complications parmi lesquelles on peut citer l'IDM, l'infarctus du myocarde, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, l'AOMI, l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, anévrisme okay, de l'aorte abdominale. ان شاء الله في الاخر راني حطيت لكم كلكو كوسيام نحلوهم مع بعضنا ونفهموا عليه اوكي تبعوا معايا الاخر باش نديروا كلكو كوسيام ان شاء الله pour en fait pour assurer ou bien pour rassurer les informations très bien
Qu'est-ce qu'on a dit dans ce dépôt au Hukama? Le cholestérol le représente comme maximum 10% de la masse totale. La partie dure obstructive du dépôt est due à 70% au calcium et au fibrinogène. Allez, je vais mettre la plaque, tu lis la plaque chronique. Ok? Tu lis ton temps là, à la mort du zaman, vous lis. تخلي la dureté ou l'obstruction dure ou khatira à l'insan. L'athérosclérose, l'athérosclérose du grec athéra, c'est la bouillie. Bouillie, c'est l'acide. C'est ça. C'est un aliment fait de lait et de farine bouillie ensemble, destiné surtout au bébé. C'est ça l'acide. Ben, je vous montre des images. Voilà, c'est l'acide. Bon, ok? Oui, c'est l'acide. Et sclérose, signifiant dur. Donc, c'est athérosclérose. Qui chôle à l'acide al-mutasalliba. Ok? C'est ça l'acide. Donc, je vais vous dire. Il se met au tasallub al-acidi ou au tasallub al-sharayi. Donc, il nous dit oui. Donc, athéro, j'ai une athéro. Athéro, donc athérome, etc. Athéra, c'est bouillie, l'acide. Sclérose signifie dur. Est une maladie, ok, c'est une maladie. Touchant les artères de gros et de moyen calibre, l'athérosclérose touche les artères de gros et de moyen calibre. Les artères de petit calibre ou là, les veines ou là, ok, dérou fi belkom bli ma tgish les veines nokta est une maladie touchant les artères de gros et de moyen calibre et caractérisée par l'apparition de plaques d'athérome. L'athérome correspond à un remaniement réversible de l'intima, remaniement ou taghayyur ou tamahwur, ok, l'intima خلاص دوك معناتو كي نقول لكم l'intima تفهموني شاني نحكي. دونك شفتوا كيفاش كيتعود عندكم معلومه على الحاجه النورمال كي تروحوا كي نعود نحكي لكم على كي نقول لكم غير رونانيمون ريفيرسيبل دانتيون دي زارتير تفهموني واش راني نهضر دو غرو اي دو مويان كاليبر. مثلا نعطيو مثال لاورت سي سي اون ارتير دو غرو كاليبر سي برانش لي برانش ديالو من بعد نشوفوهم كيما باغ اكزومبل لي كاروتيد ايتترا لي ارتير كورونير. Les artères coronaires, charayin tajiya lati tughdi al-qalb, les artères cérébrales lati tughdi al-mokh, OK, les artères des membres inférieurs, chaftou. Donc qui sera une obstruction dans une artère de celle-ci wachisara il sera les complications. Idha sara flawart ou la les artères coronaires, oui sara IDM. Idha sara les artères cérébrales obstruction et je répète obstruction. Et quand on dit artère cérébrale, on dit AVC. Et AVC ischémique, mais il peut être hémorragique. OK? L'hémorragique, c'est comment dirais-je? Le facteur, c'est l'hypertension artérielle. Mais c'est l'ischémie, mais c'est l'athérosclérose. Très bien. Les artères des membres inférieurs, l'artériopathie oblitérante, c'est oblitération, obstruction des membres inférieurs par accumulation segmentaire de lipides, les glucides complexes, le sang, et les produits sanguins, tissus adipeux, des dépôts calcaires, la ketchfa ou le calcium, et autres minéraux. Il est entre autres responsable de la maladie coronarienne, coronary artery disease. Ok, c'est ça la maladie coronarienne, yani qui touche plusieurs artères. Les veines hukama ne développent pas d'athérome, chfa ou la hadarti, car elles ne sont pas soumises à la même pression hémodynamique, ok, sauf si elle est bdma dertil comme head la partie bdma allège bi je te fais mon bli c'est un jeu de pression hémodynamique sauf si elles sont déplacées chirurgicalement pour servir d'artère smiwa bypass surgery li hiya par exemple mathalan insan mathalan sarato obstruction de l'artère coronaire IDM par exemple bouchi hadak l'arq nrouh nhkem une veine, ok, نحكم باش ندير البايباس. كيفاش نقول لكم بايباس معناتها ان بون فوالا جسر البلاصه اللي اوبستروي شغل اونتر بارونتيز نديرو طريق فرعي للدم باه نديروه بلا فين اوكي قال لك سوف سي ال سون ديبلاسي شيروجيكالمون بور سيرفير دارتير كوم لور دان بونتاج اورتو كورونارين فوالا سي لو بونتاج والله عيطولها بايباس سيرجري اوكي.
دونك متفاهمين متفاهمين. يعني قلت لكم بالدم درت هاد لا بارتي هادي، شوفوا حتسهل لكم امورات كثيره. واش تهزولي؟ تهزولي دو غرو اي دو مويان كاليبر، متفاهمين؟ تهزولي باللي ما تقيسش لي فان. Très bien. Et l'athérosclérose est la première cause de mortalité et d'invalidité dans les pays développés. علاش dans les pays développés parce que ما يخدموش كيما نقولوا حنايا كل شيء واجد. Entre parenthèses, c'est التطور الصناعي. OK, يخدم par exemple يروح في 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 en fait في الفيكول يخدم يمشي يمشي بزاف etc. Mais ولاو بدلوا هاد le mode de vie علاش باه يحاولوا يديروا لو سبور لاكتيفيتي فيزيك، يحاولوا ما يروحوش في في في, في لي فواتور ديالهم، يعودوا باغ اكزومبل يديروا كيما نقولوا حنا الماكله ينقصوا من الفاست فود الوغ كو هما تلقاهم بزاف خشتوا الماكدونالدز ايتترا. لو بروميير فاكتور دو ريسك موديفيابل دو سيت اتيروسكليروز اي لو تابا. بعد نشوفوا لي فاكتور او عوامل الخطر التي تؤدي الى تطور او الى زيادة في الاتيروسكليروز على مر السنوات، اللي هي كيما مثلا التدخين، كيما كاينه موديفيابل اي نون موديفيابل التي نستطيع التاثير عليها وتحسينها للافضل، وكاينه اللي ما نقدروش ناثروا عليها كيما سورتو اللي ما نقدروش ناثروا عليها اللي هي العمر لاج والجنس. ما نقدروش واحد يكبر ما نقدروش نقصروا في عمره، ما نقدروش نصغروه، دونك سا سي لاج، دونك سي ان فاكتور نون موديفيابل. Et après l'âge, c'est le sexe, que ce soit femme et homme. Alors, bien comme l'homme, mais douche les oestrogènes, donc qui gagne oublie l'âge, goulou supérieur à 50 ans, alors que la femme, bête la ménopause, c'est-à-dire après supérieur à 60 ans, c'est un facteur de risque. C'est un, donc l'âge est un facteur de risque supérieur à 50 ans pour l'homme, femme 56 ans, c'est logique, et supérieur à 60 ans chez la femme. Donc c'est après la ménopause et علاش parce que كاين des femmes اللي la ménopause يبقى لهم حتى 50 سنه donc on peut pas mentionner ou bien on peut pas dire que supérieur à 50 ans chez la femme. نقطه ممتاز متفاهمين. دونك مازالش تروح لكم بالدم درت لكم التصويره تاع العصيده باش تشفاو سي برسك يشبه لا كولور في المقاطع التشريحيه تلقاو بلي نفس اللون. تري بيان. لي كومبليكاسيون اوكي لي مولفين الحكماء لي مولفين معايا ومولفين يشوفوني في الدروس دائما نحب ندير لكم نظره عامه باش كي نروح نحكي لكم على لو كور ديالكم واش داير لكم ان فيت تو سكي اي مونسيوني في لو كور ديالكم دونك يجيكم باذن الله سهل. لي كومبليكاسيون الحكماء او كيف نقول لي كومبليكاسيون il existe deux types de complications OK. La première d'évolution longue est due à sa croissance lente gênant de plus en plus le passage du sang jusqu'à l'empêcher totalement par obstruction. Elle dit la première complication. Ok, il y a la seconde qui est rapide et responsable des complications aiguës, consiste en la rupture de l'endothélium. La brèche formée est alors obstruée par une agrégation des plaquettes sanguines et la formation d'un caillot sanguin qui peut rapidement ou bien totalement obstruer le vaisseau. سو كايو هاد الحجره ولا الحبه هادي مش حبه سي 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 كايو صح ان فيت حصى اوكي بو ايغالمون سو ديتاشي اي اوبستروي بلوس اون افال اون افال يعني من بعد دونك دونك يصرى لها تفتت كي تتفتت تروح تصرى لها هذيك لا ميغراسيون تاع الفتات هذاك يروح يزيد يدير لنا اوبستركسيون تاع باغ اكزومبل لي زارتير دو بيتي كاليبر. شفتوا كيفاش logique. La plaque peut également se détacher, voilà, libérer son contenu et faire une embolie de cholestérol. C'est-à-dire que par exemple, l'embolie de l'athérosclérose ou une embolie de cholestérol. OK, très bien. كاين حاجه كمان حاجه ثانيه لازم تعرفوها حاجه ثابته ديروا في بالكم باللي الدم القيم العاديه الكوليسترول توتال مليحه لكم مليحه لعائلتكم. الكوليسترول توتال في الدم لازم يكون اقل من 2 غرام بار لتر انفيريور ا 2 غرام بار لتر. ال دي ال لو دانسيتي ليبوبروتيين اوكي كوليسترول انفيريور ا 1.6 غرام بار لتر. HDL هنا سي لو موفي كوليسترول الكوليسترول الضار هذا هو اللي يدير لاتيروسكليروز. HDL cholesterol ou bien high density lipoprotein
لازم يكون اكثر من 0.6 غرام بار لتر. جينيرالمون بزاف بزاف تقراوها في لي زاناليز باش تقراو ديما لي باسيون تلقاوهم سورتو ان الجيري تلقاها باغ اكزومبل تلقاو عندهم 0.45 سورتو لي زوبيز تلقاو 0.45 0.35 اوكي دونك هو نورمالمون سي سوبيريور ا 0.6 غرام بار لتر. والانسان اللي عنده الاتش دي ال طالعه هو المليح اوكي يسمى اونتر بارونتيز هذا هو الكوليسترول المفيد او المنظف يقوم بعمليه التنظيف يهز الكوليسترول يروح يديه للكبد يتخلص منه. ال دي ال نو يديه من الدم يروح يدير له او يرسبه على مستوى للشرايين او ليزارتير. لي تريغليسيريد لي تريغليسيريد خلي على بالكم المصدر الرئيسي سي لي زيدروكاربور او الهيدروكربورات اللي هما السكريات النشويات اتسيتيرا لازم يكون اقل من 1.5 غرام بار لتر. وديروا في بالكم الحكماء اللي عندهم لي تريغليسيريد طالع راهو خطر كبير انه يؤدي الى اصابه المريض بداء السكري رقم 2 اوكي لو تيب 2 ديابيت سكري تيب 2 لي تريغليسيريد. وبالتالي حنا واش ننصحوهم ننصحوهم انه ينقص لقاه باغ اكزومبل يشرب اسمهم بالمشروبات الغازيه بزاف اوكي تلقاهم باغ اكزومبل ياكلوا الحلاوي بزاف بصح وتروحوا تشوفوا لا غليسيمي تلقاوها طالعه يدخلوا في لا بارتي انتوليرونس ماشي ديابيت. الانتوليرونس هي المرحله قبل لو ديابيت سكري تيب 2 دونك نقولوا له نقص من لي تريغليسيريد ينقص تري بيان سي تري امبورطون ممتاز. بون سا سي الاتش دي ال فقط باش نقول لكم باللي transfert du cholestérol des tissus vers le foie et l'excrétion biliaire. Voilà. حنا برك باش نقول لكم كيفاش. شوفوا لي 3 باسكو راني نحكي لكم عليهم علاش باسكو هذا entre parenthèses راهو كيفاش نقولوا عنده دور هام في تشكيل لاتيروسكليروز. يعني قلت اللي موالفين يتبعوا معايا الحكماء راحين يفهموني علاش راني ندير لكم مرحله ايتاب par étape. Ça c'est le cholestérol, OK? Qui je roule هذوما عباره عن شاحنات, OK? تخيلوها شاحنه. هذه الشاحنه تاع LDL فيها الكوليسترول واش دير؟ تحكم من الدم تروح تديه للانسجه. متفاهمين؟ هذه شريره اونت بارونتيز. مثلا كيما شفتوا مثلا كاين مناطق وين يقول لك مثلا ممنوع رمي شو سي با مثلا فضلات البناء ولا يعني لي ديشي تاع البناء. اوكي ال دي ال يديرها مكره اونت بارونتيز. ال اتش دي ال نو ال اتش دي ال كي شغل عمال البلديه او المنظفين يقوموا بتنظيف الانسجه ويروحوا يديوها لو فوا وتروح بار اكسكريسيون بيليير. شيلوميكرون شيلوميكرون ديروا في بالكم بلي شيلوميكرون عامل ما يهزش الكوليسترول اوكي يهز لي تريغليسيريد. فوالا هذه هزوها 100% شيلوميكرون سي لي تريغليسيريد لي تريغليسيريد لي تريغليسيريد تري بيان. هنا اسم HDL يقول لك I am the good happy cholesterol. ال LDL I am the bad lethal cholesterol. très bien. ليتو كذلك حطيتو لكم برك زيادة. très bien. voilà. هنا فقط كيف أو قصة تطور لاتيروسكليروز. شفتوا كيفاش قاعدة تتطور. شفتوا راهي ما بين voilà تبدأ في الانتيما ما بين الانتيما ولا ميديا. très bien. J'ai mis deux images. Je pense que quand on fait le cours, بصح انايا j'ai choisi cette image. علاش وعلاش وعلاش très clair, coloré ou بينا وعلى كيف. تعطي لكم المراحل step by step. شوفوا معايا مليح. voilà. كيفاش تصرا؟ نبدا لكم صعب النظريه باش تفهموا كي يقول لكم مع الباليش انايا اونت بارونتيز يحكي لكم يقول لكم كيف وكيف الى اخره. بون لا تيوري فوالا سي سا لا تيوري. لا تيوري بيان سور راني حوستكم عليها بالانجلي سي لا ديرنيير تيوري باسكو من قبل كان يقول لكم على بالناش كيفاش يصرا دونك راهم لقاوها وقال لك هذه هي اللي عدنا نخدموا بها في الـ في الـ في الـ في اونت بارونتيز بور لي ستوديون اون ميديسين يعودوا يخدموا بها. يقول لك باللي في الحاله العاديه الحكماء لي سيلول اندوتيليا او بيان لاندوتيليوم اللي هو الطبقه التي تشكل الانتيما يكون عادي غير اونت بارونتيز امبيرميابل اوكي يعني غشاء او طبقه غير نافوذه اوكي لا تسمح بنفاذ الكريات الدمويه البيضاء او الحمراء او اي حاجه. لكن اذا صار لها فوالا
injury okay إذا صار لها ان تروماتيزم to the endothelium okay وش يصرى تتبدل كي شغل تولي تعاني okay اللي هي وش اولا حاجه وش هما لي تروماتيزم considéré par quoi direct trauma or hypertension l'hypertension donc l'hypertension قادره تجرح متفاهمين تجرح لنا الاندوثيليوم très bien turbulent fluid flow معناتها for example where arteries branch خي متفاهمين هنايا la turbulence OK كيفاش نقولوا مسار الدم turbulent معناتها هناك كيفاش نقولوا turbulent كي شغل دوامات اوكي علاش باسكو في لي برونش عندما يتفرع الدم كاينه ضغط نتوما ديروها جربوها برك باغ اكزومبل ان تويو كي يعود يتفرع ولا باغ اكزومبل في تاع العين ولا تلقاو باللي فريمون تسمعوا الصوت في التفرعات اوكي سي لا ميم شوز دونك سي ان جو دو بريسيون ايمو ديناميك اوكي دونك لا توربولانس فوالا يقول لي باغ اكزومبل سيركيليشن اوف رياكتيف اوكسجين سبيسيز مثلا هنايا 3 راديكلز اللي هما فروم سموكين اور اير بوليانت اوكي ولا بوليتانس اللي هما لي لا بوليسيون اونتر بارونتيز واش معناتها لي راديكو ليبر او الجذور السامه التي تقوم بصناعتها لو تاباجيزم نيكوتين فوالا دونك يروح يجرح لوندوثيليوم متفاهمين ارتفاع ضغط الدم الشرياني يجرح لنا لوندوثيليوم لا توربولانس او سرعه تدفق الدم خاصه في التفرعات تفرعات الشرايين يجرح لنا او يساهم في جرح كيف نقول في جرح لوندوثيليوم ثالثا فري راديكلز اور لي راديكو ليبر او الجذور السامه كما نقولوا حنايا من النيكوتين hyperlipidemia اللي هي hyperlipidemia اللي عنده راهو معايا شوفوا معايا ملي high blood concentrations of LDL or very LDL كاين فيهم زوج هذو LDL اللي تشفاو لو موفي كوليسترول كيعود عند انسان عنده زايد اوكي هنايا بار اكزومبل الجلوكوز اللي عنده لو ديابيت يقدر يفسد يجرح اونتر بارونتيز يجرح لنا السكر بزاف على بالكم السكر يترسب كذلك على الاندوثيليوم ويؤدي الى تغيير في تشكيله واليابس اوكي لي زارتير جو بارل دي زارتير هنا هوموسيستينيميا دونك سي اون باثولوجي كي اي هيريديتير اوكي سي اون باثولوجي ميتابوليك هيريديتير لي فيها تلقى بلي هوموسيستين هذايا يكون بزاف كبير كيما لي في تاعو كيما لي راديكو ليبر اوكي ويؤدي الى فوالا سي هاي كونسنتريشنز ار توكسيك تو ذا اندوثيليوم بمعنى متفاهمين لا تيوري حكامه واش تقول تقول لك باللي هذه الظروف ارتفاع ضغط الدم ارتفاع السكري ارتفاع ال LDL ارتفاع ضغط الايموديناميكي ارتفاع او ارتفاع في النيكوتين او في الجذور السامه يؤدي الى جرح الاندوثيليوم سي اون بيل ايماج جرح الاندوثيليوم عندما يجرح الاندوثيليوم واش يدير يقوم ب كيف نقول طلب المساعده عن طريق تشكيل في سي ام هنا فاسكولار هنا دي كام معناتها دي ريسبتور اوكي يدير يديه تخيل شغل واحد قاعد يطلب في المساعده يدير يدين اللي هما لي ريسبتور هما نورمالمون لي مونوسيت او بيان لي مونوسيت التي تتحول الى دي ماكروفاج من بعد او بيان لي لوكوسيت الكره الدمويه البيضاء التي تمشي في الدم كي تجي معديه تلقى يد تقول له ساعدني دونك تجي باسكو هذا هو الدور تاعها تلصق في الـ في الـ في الـ في هذا الريسبتور وتصرى لا ديابيديز او عمليه كيف نقول عمليه التسلل تري بيان الى داخل الانتيما فوالا ما بين الانتيما والميديا فوالا شوفوا معايا مليح تدخل كي يدخل فوالا تتحول من مونوسيت في الدم نسميوهم مونوسيت خلايا احادية النواة تتحول الى ماكروفاج خلية عاملة اوكي ماكروفاج خلية بالعة اكزاكتومون تلقى لي زيل ديال اللي كانوا ديجا دخلوا من قبل باسكو هذا مجروح اوكي مجروح ما تنساوش بلي لي زيل ديالهم صغار
يقدروا يدخلوا، ماشي كيما لي مونوسيت لازم لهم دي ريسبتور. دونك تقدر تتسلل كي عندهم جروح، تقدر تسلل باسكو لي زال ديالهم صغيرونين. اونتر بارونتيز سخايلو حكماء كي شغل شتو لي مثال لي باغ اكزومبل كي ديروا زيت تحطوه في الماء، شتو هذوك اونتر بارونتيز كل جو سي با دواور دويرات صغيرونين، سخايلهم هذوك هما لي زال ديال يدخلوا واش تحكم الماكروفاج. جي نورمالمون جي دوك نعطي لكم كيفاش. شوفوا معايا مليح الماكروفاج، une belle vidéo macrophage eats voilà and gets bigger تصبح كبيرة voilà تاكل تاكل voilà très bien كي تاكل وتاكل وتاكل تكبر في الحجم exactement تولي مؤكسدة وما تقدرش تعدي باسكو الحجم تاعها كبير على هذا الفراغ and accumulate تترسب okay forming the fatty streak exactement normalement j'espère يكون مفهوم. Voilà, قلنا تدخل ومن بعد يسكتوا ليتك باسكو عندها دي ريسبتور اوكي فوالا، ومن بعد كي تاكلهم كي تاكلهم ما تقدرش تخرج تولي تكبر في الحجم اوكي سي سا تولي تكبر في الحجم اكزاكتلي راكم تشوفوا فيها حوست لكم على الفيديو هذايا شوفوا كيفاش تولي تكبر اشاك فوا الماكروفاج تاكل هي زعما لانها لانه الجسم طلب المساعده فتقوم بوظيفتها البالعه ثم تتكبر في الحجم ولا تستطيع الخروج من الطبقة وبالتالي صار تجمع تخي بيان ممتاز هنا the same thing يقول لك swim happily اها بعد تلقى تولي هنا زعما دي ريسبتور كاين فوالا تخي بيان شفتو كيف قاعدة تاكل تكبر باسكو تاكل بزاف تري بيان دونك جيسبر قربت لكم شويه برك في الـ في الـ في تري بيان دونك سي سا لا تيوري فهمتوني كيفاش دونك سي سا كي يعود كاينين دي فاكتور دو ريسك متفاهمين يتجرح لوندوتيليوم كي يتجرح لوندوتيليوم يقوم بإظهار مستقبلات غشائيه خاصه بلي مونوسيت في الدم نسميوهم مونوسيت تتحول الى ماكروفاج خليه عامله خلية عاملة يعني أكتيف وبالتالي نسميها ماكروفاج خلية بالعة هذه الخلية البالعة تقوم بأكل أوكي بأكل لزلدية الأكسيدية المؤكسدة أوكي لزلدية المؤكسدة بس طولت تدخل تتأكسد كي تعود في الدم تتأكسد بصح كي تعود داخل النسيج تتأكسد تأكلها الماكروفاج تكبر في الحجم ثم لا تستطيع الخروج Okay, ها is too large to pass between the endothelial cells. Très bien. ثم تتراكم. ممتاز. It's the same thing. شفتوا كيفاش؟ هنايا injury يدخلوهم ديجا مدخلين هذوما لي زيل ديال اوكسيدي، اوكي؟ تصرى لا ديابيتيز او التسلل، اوكي؟ كاينه ملاحظه حكماء صغيره فقط. ليس فقط لمونوسيت او التي تتحول مونوسيت في الدم نسميها ثم تدخل الى داخل النسيج تسمى بخليه بالعه او ماكروفاج الماكروفاج هذه تقوم ببلع ليس فقط لماكروفاج التي تحتوي على مستقبلات كما راكم تشوفوا هنا مستقبلات خاصه بالال دي ال اوكسيدي وانما كذلك لي سيلول موسكولير ليس هذوما لي سيلول موسكولير ليس اللي كنشوفوا في تاع لا ميديا كذلك تصرى لهم ميغراسيون ويروحوا ياكلوا زعما يحاولوا كيفاش اونتر بارونتيز يحاولوا كيفاش زعما يكاموفليو الحاله باش زعما يتخلصوا في قولهم من لي زيل ديال الاوكسيدي فوالا شفتوا كيفاش دونك سي 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 سيت امالا اي كونستيتوي بار دي ماكروفاج رومبلي بار دي زيل ديال اوكسيدي اوسي كو بار دي سيلول موسكولير رومبلي اوسي بار دي زيل ديال اوكسيدي هنايا هذه جو سوي سور كو نورمالمون هذه في ليماج في لو كور تاعكم جيسبر عطيت لكم الصوره بصفه عامه برك باش تفهم كي تتفرجوا عطيت لكم لا تيوري باش تفهموا علاش كيفاش يتجرح لوندوتيليوم يدير دي فيكام واحد اللي هما دي ريسبتور خاصين بلي مونوسيت يدخلوا ياكلوا حساب لا فيديو اوكي ياكلوا تري بيان يوليو يكبروا عندهم بيان سور دي ريسبتور اوسي خاصه بلي زيل دي ال اوكسيدي كلشي عنده ريسبتور ماشي هكذاك في الفضاء اوكي ماشي يخدم هكذاك انارشيكمون اي فوالا سم انجوري فاري ستريك اللي هو لا ستريليبيدي كونسويت اتيروما اللي هي لا بلاك بروبرمون ديت هنا يقول لي من معناتها لا لوميير سا سي لي سيلول اندوتيليال سيتادير سي لانتيما لا ليميتونت الاستيك انترن لا ميديا لي سيلول مسكولير ليس لا ليميتونت
Élastique externe et finalement l'adventice. Chef tout, c'est ça lundi. L'intima, la média et l'adventice. Donc, à qui se veut d'autres carreaux à tel cours, t'as comme. À comme tu fais mouche, à comme tu carreaux. Et j'espère, Inch'Allah. Ah, donc, ça sera la dysfonction endothéliale, premier événement. Lié en anglais. OK? The new theory. Lié, t'as qu'il comme, il goulk bliera ou il t'jara. OK? هنايا قال لكم بلي سي اون ديسفونكسيون يولي ما يخدمش بصح لا نوفيل تيوري تقول لك بلي راهو يتجرح ترى لو تروماتيزم اوكي يتجرح دونك هنا في لا بارتي هنا شوفوا معايا مليح خا متفاهمين شتو كيفاش لوندوتيليوم يقول لك في الحاله العاديه لوندوتيليوم نورمال هنا لا سيلول اندوتيليال دونك لا بيرميابيليتي اي ديمينوي ما كانش نفاذيه ديمينيسيون دو لانفلاماسيون diminution de l'adhésion des leucocytes parce que les cellules endothéliales ne présentent pas le VK mais qu'elles ne font pas des récepteurs OK mais عندك les récepteurs في la part في الحاله العاديه بصح كي تعود ما جروحها تولي تبريزونتي le VK اللي هما حكماء تاع l'adhérence ce sont des récepteurs d'adhérence entre parenthèses تفكروا واحد يطلب المساعده كما نقولوا حنا يرفع يده ويطلب المساعده تخيلوا هذا الريسبتور باش تشفاو عليه اوكي عند كي تجرح يولي يطلب في المساعده تري بيان ديمينيسيون دو لاديزيون دي لوكوسيت انتر بارونتيز تفكروا اليدين تفكروا طلب المساعده اوغمونطاسيون دو لا فازو ديلاتاسيون علاش واش معناتها اوغمونطاسيون دو لا فازو ديلاتاسيون معناتها راهي متكيفه راهي مرنه اوكي ديمينيسيون دونك دي ترومبوز كي تعود dysfonction endothéliale ou les quintes bétoumaïa, c'est la nouvelle théorie liée à Tjara. Augmentation de la perméabilité, yani dhlou normal, ok, alèche, augmentation des cytokines inflammatoires, rahom ki chroul, rahom risalet l'moussaada, talab l'moussaada, ok, yihawlou, yirfou yiddihom, liya l'adhésion des leucocytes, oui, aïto par des mots, had les mots là, les messages, ce sont des cytokines inflammatoires, diminution de la vasodilatation, parce que, imaginez-vous, un endothélium qui est traumatisé, donc, aïen, mais yirdash hatta yidir hadik l'adaptation, hadik la souplesse, rohlou, et augmentation, donc, de la thrombose. Très bien. Voilà. On va. حد الان متفاهمين ما عندكمش كيسيون مقبل نكمل ما كانش كيسيون هاي الحكمة ما كانش كيسيون jusqu'à maintenant tout est clair jusqu'à maintenant هاي الحكمة قولوا لي yes or no كومنتي يلي ولا كم تبعين في الكور تكتبوا اوكي باش نكمل تري بيان دونك ما تقلقوش خلاص دونك تفهموا واش تشوفوا واش كيفاش ندير جبتكم تصاور شوفوا ما تقلقوش خلاص اوكي باذن الله تفهموا واش راني نحكي دونك لي ستاد دو لاتيروسكليروز تفهمنا لا تيوري فهمنا اولا كيفاش مما يتكون لي زارتير انتيما ميديا ادفانتيس تكلمنا على لا تيوري جديده تاع الجرح لوندوتيليوم ثم يقوم بطلب المساعده تكبر لنا لاديزيون يكبر لي سيتوكين اللي هما عبارات طلب المساعده واش يصرى يبدا يتشكل لاتيروسكليروز او التصلب الشرياني او تصلب الشرايين او التصلب العصيدي يبدا صعب ستخي ليبيديك اها ومن بعد تولي بلاك داتيروسكليروز يبدا صعب خط اوكي خط دهني ومن بعد يولي بلاك داتيروسكليروز اون بلاك طبقه من اتيروسكليروز يعني طبقه من التصلب الشرياني او التصلب العصيدي ثم لا ديرنيير سي لا روبتور دو لا بلاك لكن تبعتوا معايا تشفاو ونهار حكيت لكم على لونغور ستابل اي لونغور انستابل هنا سي برسك سي ان لونغور ستابل باسكو لا بلاك ني با فيسوري وهنايا سي لا لونغور انستابل باسكو لا بلاك اي فيسوري هنا الخطر تاع انه يجيو الصفائح الدمويه ثم الكريات الدمويه الحمراء ونسميوها لا كواغولاسيون يصرى ترومبوز ومن بعد يدير الخطر اللي هو لي كومبليكاسيون اللي نحن نحكيو معاهم من بعد اللي هما لا في سي شفاو مليح شفاو تري تري بيان لا في سي لي دي ام لا اومي لا نيفريزم ولا لا نيفريزم هي ان انجلش اوكي
ستخي ليبيديك أ، دونك المرحلة الأولى هي تشكل ستخي أو خيط فقط دهني، دونك بمعنى واش وقتها هي صرا يتجرح لوندوتيليوم ديسفونكسيون اندوتيليال بينيتراسيون اي اوكسيداسيون دو ال دي ال، باسكو كي تدخل قلت لكم في الدم ماهيش اوكسيدي، كي تدخل للنسيج تولي اوكسيدي، شغل تولي اونتر بارونتيز لا بوتريفيكاسيون، شنو نقولوا تولي تتعفن اونتر بارونتيز، سخايلك شغل تولي تتعفن باسكو هي جايه في كي شغل كانت في سخايلو باغ اكزومبل كيما الماء كيعود يجري خشتو ما يفسدش في الانهار بصح في المستنقعات لقاوه فاسد، دونك سي لو ميم برانسيب. ريكروتمون دي لوكوسيت لا كانت شفاو اليدين سي لي ريسيبتور اليدين اوكي بور لاديزيون، اي العباره سي لي سيتوكين تري بيان، فورماسيون دي سيلول سبوموز اي سي سا لا سيلول سبوموز، فوالا تبعوا معايا مليح. La cellule spumeuse, c'est que ce soit macrophage, que ce soit cellule musculaire lisse, qui possède plusieurs LDL oxydés, qui sont donc phagocytés. Mais fermé. C'est quoi les cellules spumeuses? Exactly. Ensuite, sous l'ikbira. Très bien. C'est ça la cellule spumeuse. This هذه هي لا سيلول سبيموز اللي معمره بلي زال ديال اوكسيدي، اي ميم هذه كي تعود معمره لا سيلول مسكولير اللي استعمرها نسميوها سيلول سبيموز. ليسونسي سي اون سيلول كو سوا ماكروفاج كو سوا سيلول مسكولير ليس كي كونتيان بلوزيور ال دي ال اوكسيدي. لا ستري ليبيديك زدت كتبت لكم بلي لا ستري ليبيديك سي ان اما دو سيلول سبيموز دون لانتيما. لا ستري ليبيديك اي ان اما مجموعه من الخلايا الدهن او الخلايا البال اونت بارونتيز نقدر نسميها لكم خلية بالعة للكثير من ال LDL اوكي دون لانتيما، شفتوا داخل لانتيما متفاهمين، دونك سي داخل لانتيما باسكو كيما راكم تشوفوا شوف سي سا لانتيما، هذه هي لا ليميتونت الاستيك انترن والاكسترن وهذه سي لا ميديا، شفتوا كيفاش تتموضع داخل لانتيما. هنا كيقول لكم لاتيروسكليروز هو عبارة عن تموضع او ترسب داخل لانتيما، كون نقول لكم داخل ميديا نو مش داخل ميديا مش داخل لي سيلول مسكولير ليس وانما داخل لانتيما اوكي تري بيان. عندنا لا بلاك داتيروسكليروز، دونك خلصنا من الستري ليبيديك نروحوا لا بلاك داتيروسكليروز. راكم تشوفوا لا بلاك داتيروسكليروز دونك زادت في ليبيسور ديالها، هنايا كانت غير فقط لي ماكروفاج في لاستري ليبيديك، هنايا لا بلاك داتيروسكليروز جات لي سيلول مسكولير ليس لي سي ام ال. علاش؟ باسكو كبرت شويه في ليبيسور تضغط على لا ميديا كي تضغط عليها دونك رايحه تخلي اونتر بارونتيز اون ريبتور صغيره وتخلي يصرى تسلل للخلايا العضليه الملساء التي تقوم فيما بعد ببلعمه لانها تحتوي كذلك على مستقبلات غشائيه خاصه بالال ديال اوكسيدي وتاكلها. شفتوا هنا بلاك داتيروسكليروز دونك في لاستري ليبيديك سي سولمون لي ماكروفاج كي فون فاغوسيتي لي ال ديال اوكسيدي اوكي، alors que dans la plaque d'athérosclérose on dit que les cellules musculaires lisses va participer à la phagocytose des LDL oxydés, formation d'une chape fibreuse entourant le noyau lipidique. Voilà. Et les cellules musculaires faut y hawlou. Voilà, je trouve هذه هي la chape fibreuse. Mais li kan ma kan walou hnaya quelques فقط تجيو لي سيلول بعد هما ثاني يزيدوا ياكلوا شويه ويغطيوها يديروها كي شغل نواه. ممتاز. لا ثروزيام سي لا ريبتور دو لا بلاك، هذه بعد 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 سنوات طويله ومع ارتفاع في العوامل، واحد باغ اكزومبل يتكيف ديابيتيك ما يديرش سبور طالع في الوزن عنده هيبرت كوليستيروليمي يدير باغ اكزومبل يدير بارنيز ان تي تي فور با ريبتور دو لا بلاك، ستريس ايموديناميك اي ديغراداسيون دو لا ماتريس اكسترا سيلولير كيما راكم تشوفوا، ريبتور دو لا شاب فيبروز اللي كانت مغطيه بلي سيلول مسكولير ليس اونتر بارنتيز يعني راهم ماكلين. شوفوا معايا مليح، شوفوا حتى بلي سيلول مسكولير اللي ابخي، شوفوا معايا مليح ابخي donc entre parenthèses la formation de la plaque d'athéroscléreuse ou bien d'athéroscléreuse proprement dit ça là là donc c'est ça la chape fibreuse et voilà il sera la rupture de la plaque, rupture de la plaque donc fibreuse oui c'est ça la thrombose elle est je connais ça la coagulation exactly nous chauffons que la strie lipidique c'est ça la strie lipidique comme chauffons strie lipidique ou
دهني، الخطوط الدهنيه درتها لكم بالتصويره، درتها لكم بالاناباط، ودرتها لكم بالحقيقه. راكم تشوفوا هنايا لي ستري ليبيديك، شوفوا اي كاين اون اوتر ايماج تري تري كلير. شوفوا معايا ملي شفتوا لي ستري، شفتوا كيفاش؟ فوالا سي سا لي ستري ليبيديك اكزاكتومون، ها هم لي ستري فوالا. وهذوك تقولوا لي الحكيمه وشنو هادو؟ هما هاد النقبات هادو والله لي ترو هادو، ما الحكيمه وشنو؟ سي لي بيفيركاسيون، هادو هما اللي يزيدوا يتفرعوا باغ اكزومبل لا وورت، ومن بعد يزيد يتفرع لي زارتير ايتترا، دو غرو دو موين كاليبر. دونك سا باغ اكزومبل هنا لي برانش، اوكي، يتفرعوا باش يروحوا لي زوتر برانش، اونسويت لي زوتر اورغان. هادو هما التفرعات، وين راكم تشوفوا هاد لي ترو كامل عباره عن شو يشبه اونتر بارونتيز الفرماج غريير، نو يشبه له، مي فوالا. دونك هنا التفرعات، اي سا سي لي ستري. شفتوا كيفاش لي ستري؟ شفتوا كيفاش موسيقي الحبه اون اليفور اي فاجيناسيون؟ شفتوا دونك رايحه من اللي يكون مفتوحه كامل، شوفوا كيفاش الحجم او بيان لو كاليبر نقص شويه. دونك سي سا لا ستري ليبيديك، متفاهمين؟ لا سي فوالا لا ستري ليبيديك. دونك هنايا لي سيلول سبيموز، اي فوالا تري بيان، سيلول مسكولير لي هنايا. لا سيلول سبيموز اي تان ماكروفاج، متفاهمين؟ كيقول لكم واش هي حكماء، يقول لكم سي كوا لا سيلول سبيموز، ولا تقراوها في نيمبورت كان ليفر، ولا تقراوها في لو كور. اي تان ماكروفاج او اون سيلول مسكولير ليس ايون ميغري دون لانتيما اي شارجي ديستر دو كوليسترول، هما لي ال دي ال اوكسيدي، متفاهمين؟ هاني دونك حوست لكم عليها باش ما تزيدوش تقولوا لي الحكيمه سبيموز سي كوا لا سيلول سبيموز، كو سوسوا ماكروفاج او بيان سيلول مسكولير ليس كي فاغوسيت، بيان كي يا فاغوسيتي ديجا la les esters de cholestérol ou bien les LDL oxydés. Très bien. C'est ça la strie lipidique. Ah, plaque d'athérosclérose ou pardon, plaque athérosclérose ou la plaque d'athérosclérose simple. Exactement, c'est de simple simple. Je trouve la plaque fiche dedans. Je trouve la flèche. OK. Hadi rahi تشريح. OK. Biopsie en fait كيما راكم تشوفوا التشريح ديالها. فوالا شفتوا كيفاش دايرين، شوفوا كيفاه شفتوا لي فلاش فوالا. ومن بعد هنا لي كاركتيرستيك هيستولوجيك دون بلاك اتيروسكليروز او نيفو دون ارتير كورونير. شوفوا لا بلاك، راكم تشوفوا، شوفوا لا لوميير نورمالمون، هادي كامل لا لوميير. اوكي شفتوا هو بصح الي ديمينوي. اوكي فوالا اي لا ميم شوز تري بيان. وشوفوا الصفر، شفتوا الصفوريه سي لا غريس، فوالا تري بيان. Ensuite, plaque, on va tout ulcérée, ok, la fissurée, voilà, rupture, la fissurée, ah, je trouve qu'il est ulcéré, flower, par exemple, flower, hein, je trouve qu'il fait couper, je trouve qu'il fait dire, هنا باش ما نزيدش نشرح لكم، حوست لكم على التصاور باش ما نزيدش نشرح لكم. كي نقولوا اولسيري سي سا، اولسيري معناتها متقرحه، عباره عن طبقه من التصلب العصيدي وهي عبارة عن طبقة من التصلب العصيدي متقرحة، اوكي فوالا. اي فينالمون هادي هي سي بلو كومبليكي، سي اونكور كومبليكي، سي اون سو سون دي بلاك زاتيروسكليروز دو لاورت ابدومينال اي دو كارفور اورتيك اولسيري اي ترومبوزي. شفتو هنايا ها هي ترومبوزي، لي صرا لا كومبليكاسيون صرا لها ترومبوز. راكم تشوفوا كيفاش سي ان بو مالورو، مي راكم تشوفوا كيفاش صرا لها اولسير، ومن بعد صرا لها اولسير تقرح، ومن بعد تولي تفيسوري. كي تفيسورا واش صرا لها؟ صرا ترومبوز اللي هو تجمع الدم. دونك سي كواغولاسيون، فوالا كواغولاسيون، وهنا الخطر ديالها. parmi les complications aussi qui يقول لكم par exemple anévrisme. c'est ça l'anévrisme. شفتوا l'anévrisme c'est que donc qui en fait كيفاش نقولوها، تتوسع الانتيما، تتوسع 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 تولي طبقه هذا، واش صرا؟ يصرا لها انيفريزم اللي هو شنو نقولوها، توسع في لاختير ابدومينال، لاورت ابدومينال كيما على بالكم، لاورت ابدومينال من بعد يتفرع الالياك. اوكي دونك خطير جدا. ها واش يصرالو؟ كي نديرو لو تشريح نفتحوه، شوفوا واش تلقاو، يا لو فوالا، شتو لي ترومبوز، او ماي، شتو يعني فريمون لا لاتيروسكليروز. الانسان سمى الانسان، ديروا في بالكم بلي كلوا مليح من دوكا، تروحوش تاكلوا نيمبورت كوا، نقصوا من الفاست فود، نقصوا من البيتزا، نقصوا من الفرماج، من الملح، نقصوا من السكر. كي نقول لكم ماشي ما تاكلوش، مش كده نقول لكم ما تاكلوش، تقدروا تبدلوها بالفواكه، تقدروا تبدلوها بحوايج مفيده فوالا. واش نقول لكم، هذه الانسان اللي لا لاكتيفيتي فيزيك، مع انه حنا وناقصين في لاكتيفيتي فيزيك، مي انتر بارونتيز يعني لا ميتين تخليك تولي اكتيفيتي فيزيك، يعني تولي
شاف في لاكتيفيتي فيزيك. معليش دونك سي سا داير لكم لا بروميير ايتاب سي لا ستريليبيديك. لا دوزيام ايتاب سي كوا سي لا بلاك نورمال اللي هي كيما شفتوها لهنا اون بلاك. ومن بعد تكيولي لا فيسوراسيون لالسيراسيون سي هنا اولسيري سي. ومن بعد باش تولي كاين ترومبوز ولا parmi les complications comme tu vois une thrombose qui m'a comme tu vois hier là c'est l'anévrisme parmi les complications de l'athérosclérose. Strédipidique donc c'est un épaississement intimal donc de l'intima apparaît dès l'enfance. Je vous insane خاوت صغار خاوتكم صغار ما باليش انا ولاد خاوتكم الى اخره. نقصوا شوفوا المشروبات الغازيه ما تشربوش المشروبات الغازيه ماهيش مليحه que ce soit pour les végétations adénoïdes اللي هما اللحمات قال لك ماهيش مليحه تقدر ديفلوبي لهم وماهيش مليحه اصلا الاطفال الصغار لانه دير لهم السمنه نقصوا لهم الفاست فود كذلك ديروا لهم الحركه ديروا لهم سبور خليهم اونت بارونتيز خليهم يصوتيو في الدار خليهم المهم خليهم يتحركوا اي فوالا ستريبيديك سي تان ابيسيسمون انتيم فوالا سي لا ميم شوز اباري دي لونفون سون كونسيكونس كلينيك ما يتبانش يعني ما كانش اونت بارونتيز نون سيمبتوماتيك بدون اعراض لكنه على مر السنين يتحول الى بلاك athérosclérose, ثم الخطر الكبير الواحد كي يكبر اوكي و ايتترا avec les autres facteurs de risque راه يولي thrombose après la fissuration bien sûr. très bien شوفوا معايا هنايا مليح واش هما زعما لي فاكتور دو ريسك اللي كنشفيتو قبيله في لو كور ها واش حاط لكم. دونك لي زيريتون شيميك اللي هما لو تابا تفاهمين مصباح وانا نحكي. شوفوا مصباح وانا نحكي لكم على لي فاكتور دو ريسك نحكي لكم على لي كومبليكاسيون سي هنايا باش نثبتهم لكم مليح 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 اوكي. très bien le tabac les lipides ils sont liés au dhon bzaf glucose liés au sucre ou la diabétique voilà le stress hémodynamique flux turbulent dans les bifurcations qui met fahmna la turbulence donc va provoquer ce qu'on appelle une dysfonction endothéliale ou comme قلت لكم avec la nouvelle théorie on appelle trauma OK injury donc traumatisme endothélial ou chi sera exactement pénétration et oxydation du LDL qui تعود l'endothélium مجروح donc هذوك les parties ou bien les entre parenthèses les particules voilà les petites particules هذوك تاع LDL يدخلوا داخل الانتيما ويصير لهم تاكسد قلت لكم باسكو يصير شغل يفسدوا يتخمروا entre parenthèses OK et les cytokines inflammatoires après parce que l'intima يصير لها كاين جسم غريب اللي هو les LDL oxydés. Donc, tu as المساعده كي تتجرحت خلات دي كور اترانجي يدخلوا ليهم لي زيل دي ام سون كونسيديري كوم دي كور اترانجي صار لهم اوكسيداسيون. تطلب المساعده ترفع يديها وتعطي كلمات او عبارات المساعده يديها اللي هما الفيكام واحد اللي هي ريسبتور خاصه بالمونوسيت التي تتحول الى ماكروفاج وكذلك كومون ديراج لي سيتوكين انفلاماتوار اللي هما عبارات المساعده ساعديني اونت بارونتيز سيتوكين انفلاماتوار ce sont des produits chimio-tactiques. Voilà. Yushi, ça sera recrutement des leucocytes, tajnid al-kouriyat damawiyya al-bayda, accumulation du LDL oxydé, ça sera accumulation entre parenthèses, je m'en ai l'accumulation n'est pas yirsid biha al-bal'ama ou la phagocytose. تاكلها كي تاكلها تشكاو الفيديو لا بتيت فيديو اللي درته لكم كي تاكلها نسميوها دي سيلول سبيموز. وتفهمنا سي كوا لا سيلول سبيموز سي كو سو سوا اون ماك دونك سي سي لا ماكروفاج ان ماكرو دونك ماكروفاج او بيان لا سيلول مسكولير ليس اوكي تري بيان. دوزيام دي شوز بلاك اتيروسكليروتيك لا دوزيام ايتاب لي سيلول سبيموز كو سو سوا ماكروفاج كو سو سوا سيلول مسكولير ليس phagocyté ou bien a phagocyté a déjà phagocyté les LDL oxydés meurent OK tous les noyaux nécrotiques riches en lipides qui sera là donc la mort tous les داخلها غير الدهون OK migration et prolifération des cellules musculaires lisses اللي باش ديرنا لا كانت شفا ولا هنا باش نعطيها لكم تري تري بيان واش سميناها سميناها لا شاب فيبروز. La migration va dire la chape fibreuse, ok? Exactly. On va dire qu'entourant le noyau lipidique, il y a les canaux macrophages, entre parenthèses, et quelques cellules musculaires lisses, les cléocadalica, bye bye, donc ils t'hellent تروح النواه تبقى غير الدهن يبقى غير الدهن لي زيل ديال اوكسيدي فاغوسيتي. ومن بعد ديك لي سيلول مسكولير يزيدوا لي سيلول مسكولير اللي ما فيهمش اللي ماهمش يعني فيهم لي زيل ديال اوكي يحيطوا يقوم بالاحاطه بهذيك لو نوايو نسميوها لو نوايو ليبيديك اي
اكزاكتلي. هنايا سي اون اوتر ايماج، هنا تبين لكم جو بونس، ما بيش اسكو كاينه في الكور تاعكم ولا لا. سي لي زال دي ال لا ميم شوز، سا سي لانتيما، يعطي لكم المراحل. اي دو بريفيرونس انا ديروا التصويره الاولى اللي نعتها لكم تري تري كلير وعلى الكيف ومفهمه فور فور فور. اوكي تري بيان، مش مشكل تحبوا نقراها لكم. يعني اكوميلاسيون بوي اوكسيداسيون دو ال دي ال دون لانتيما، متفاهمين؟ رياكسيون انفلاماتوار سيكريسيون دو سيتوكين. شفاولي شفاولي تاع طلب المساعده، عبارات المساعده. شفاولي زاد ديال سيت ان كور اترونجي مع الجرح تاع لوندوتيليوم. اكسبريسيون دو موليكول داديزيون بور لي لوكوسيت اللي هما اليدين. بينيتراسيون دي مونوسيت كي دوفيان دي ماكروفاج. خي قلت لكم لي مونوسيت نسميوهم في الدم دي مونوسيت، في لو بلاسما نسميوهم مونوسيت، خلايا احاديه النواه، لكن داخل الانسجه نسميوهم ماكروفاج. تري بيان، ولا دي زيسيوسيت ماكروفاج. Accumulation du LDL dans les macrophages, des cellules squameuses, migration des cellules musculaires lisses de la média vers l'intima, prolifération des cellules musculaires lisses et élaboration de matrices extracellulaires, l'insmiwa la chape fibrose tohid blochot. Et, on a comme tardivement, calcification. Eh, tardivement, quand on dit calcification, c'est une lésion chronique. Ok, ma tqdrch la calcification tsara abra zaman, ma tsarach fajataan. ما تصراش باغ اكزومبل مدة 5 سنوات 6 سنوات، يقول لك من 20 25 سنة باش تبدا لا كالسيفيكاسيون. تري بيان، هنا في لو كور ديالكم سي لا ميم شوز، ايفولوسيون اي كومبليكاسيون. دونك ما عادش تقولوا لي ما عادش دوك تروح لكم لي كومبليكاسيون. دونك كون نسقسيكم على لي كومبليكاسيون ديريكتومون تقولوا لي لي كومبليكاسيون سي كوا. سي لي دي ام في لي زارتير كورونير، سي لا في سي في لي زارتير سيريبرال، c'est la OMI, les artères du membre inférieur. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'anévrisme, مثلا, في l'anévrisme de l'aorte abdominale, bien sûr, في l'aorte abdominale. هنا كتبلي لكم بلونغلي هنا normal artery, c'est-à-dire une artère normale. OK? Voilà, هنا c'est la شوفوا la plaque, هنا كيفاش دارت. OK, c'est la plaque athérosclérose. قال لك زوج، يا اما c'est une plaque stable. واش معناتها بلاك ستابل؟ هنا هزوها ما، اوكي الحوايج اللي نقول لكم هزوهم هزوهم، اوكي هزوهم هزوهم هزوهم. بلاك ستابل، الفرق ما بين ستابل بلاك ستابل والبلاك فيلنيرابل هي المكونات. لا بلاك ستابل نلقاو باللي نوايو ليبيديك الي فابل صغيره، شاب فيبروز شاب فيبروز ايباس، معناتها اونتر بارونتيز لي فيبر راهم كيفاش نقولوا راهم رابطينها مليح، دونك سي اون بلاك ستابل. العكس كي تعود لو نوايو ليبيديك بزاف والحبال مرتخيين اللي هي لا شاب فيبروز الي فين، دونك لا بلاك اي انستابل او بيان سي اون بلاك فيلنيرابل. تري بيان فوالا. لا ميم شوز، هنا سي فيسوري. دونك هاد لا بلاك هادي هي انستابل، يقدر يصرى لها اون فيسوراسيون ولا يصرى لها اون كومون ديراج روبتور. اوكي يخرج هذاك الليبيد هذاك يخرج، ومن بعد كي كيفاش نقول كومون ديراج يت يحاط، اوكي يحيط به الصفائح الدمويه الكريه الدمويه الحمراء ويدير لنا ترومبوز. راكم تشوفوا بلي لا لوميير من راحه قاعده تزيد تنقص، واش يصرى انفاكتوس ولا تصرى اون سيكاتريزاسيون. لكن صرات سيكاتريزاسيون دونك لا لوميير رايحه va être donc de plus en plus diminuée. Ok, une petite lumière ou là il sera infarctus si donc l'obstruction est totale. Il y a l'obstruction mais totale qui en cause. Ok, ou il y a l'obstruction mais l'obstruction pardon totale, il sera IDM infarctus ihtisha avalet el qalb. Les conséquences au cas clinique donc là le cours d'ielcom et mais on a comme une autre image. Mais que je comme n'aime pas les couleurs. N'aime la médecine c'est des couleurs. Ok, c'est la vivacité. Je sais pas d'où tu fais mot. Donc les complications syndrome coronaire aigu, ok, exactly. AVC ischémique, yani les artères cérébrales c'est AVC ischémique, 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 ischémique. Mais quand je suis con hémorragique, c'est pas logique. Sténose des artères rénales, logique. Syndrome coronaire aigu, anévrisme de l'aorte abdominale ou n'a-t-il comme tsuéras. Donc ma hache sorahil comme alèche anévrisme, voilà. Parce que il targue et targue ou l'aorte abdominale. Donc c'est une artère ou bien de gros calibre, ok. Et AOMI. Hein, les complications, c'est ZOMA. OK. Quelles sont les complications de l'athérosclérose? C'est la vessie ischémique et n'est pas hémorragique.
syndrome coronaire aigu ou bien IDM, etc., que ce soit avec ou là, sans suspectage, sténose des artères rénales, artériopathie oblitérante des membres inférieurs et anévrisme de l'aorte abdominale. J'ai mis une autre image des complications de l'athérosclérose, les artères carotides, voilà, idirna AVC, idir AIT, ok, accident ischémique transitoire, idir l'AVC. Voilà, les artères coronaires, si la plaque athéroscléreuse donc touche les artères coronaires, ou je dire infarctus du myocarde, on va dire langor. Langor stable ou instable, quand je fais l'angine de poitrine, en fait, le cours. Infarctus du myocarde IDM, les artères des membres inférieurs, c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. On a des comme les symptômes et les complications. Il y a des choses qui font que les ou aras kul complication. Très bien. La prévention. On a voilà, rana khallasna, presque khallasna. OK, prévention définition ensemble des mesures qui visent à éliminer ou minimiser l'impact des maladies cardiovasculaires. La prévention liée à l'wiqaya, OK, mais les complications ديال الاتيروسكليروز كاين دوز ايشيل كاين على ايشيل دو لا بوبولاسيون سكون اون ابل الوقايه الجماعيه لا بريفونسيون كوليكتيف وكاين على المستوى الفردي سي لا بريفونسيون انديفيديوال او الوقايه الفرديه. الوقايه الفرديه حكماء اسمها كل واحد لعمره. Elle s'applique chez les patients ayant déjà une maladie cardiovasculaire. C'est une prévention secondaire. وش الفرق ما بين واحد عنده بريفونسيون شو الفرق حكماء ما بين la prévention primaire ou secondaire. Primaire, c'est-à-dire que jamais malade, ok, une personne saine. Donc, non, par une prévention primaire. يعني وقاية أولية. الإنسان اللي عنده maladie cardiovasculaire, مثلا عنده HTA, ارتفاع الضغط الدموي, ou la diabète sucré, ou l'essentiel maladie cardiovasculaire, donc on l'appelle prévention secondaire. يعني راحين نديرو له وقاية ثانوية من les complications. OK, prévention primaire باش ما يمرضش السن ومن بعد نحكيو على لي كومبليكاسيون لي مريض ديجا نديرو له لا بريفونسيون سيكوندير كي هي ريبريزونتي بار لا بريفونسيون دي كومبليكاسيون دو لاتيروسكليروز بوي ان فيت بلوس لو ريسك كارديو فاسكولار دو باسيان ايت ايليفي بلوس سيت بريفونسيون اي جوستيفيي ايل اي دونك امبورطون دو سافوار كومون ايفالوي لو ريسك كارديو فاسكولار هنا توجور ايفالوي لو ريسك كارديو فاسكولار انترفينير اون فونكسيون دو ريسك évaluer le risque حكماء لكن je fais tout قلت لكم هنا داير لها non normalement c'est supérieur à 50 ans on va donc قدم شويه probabilité donc de survenue d'un événement cardiovasculaire majeur décès cardiovasculaire infarctus AVC sur une période donnée par exemple à 5 ans à 10 ans chez qui l'homme normalement c'est 50 ans حسب علمي c'est 50 ans حسب علمي سي 50 ans و لي فام سي سوبيريور ا 60 ans ما دايرين كوم 40 ans 50 ans l'essentiel comment rechercher les facteurs de risque li هما diabète par exemple diabétique tabagique هنايا سي لاج هنا شوفو دايرين لكم لاج et le sexe ce sont des facteurs non modifiables les autres facteurs de risque voilà utiliser une échelle d'estimation du risque cardiovasculaire هنا le score ASCVD, Risk Estimator. هنا ce sont que ce soit des applications ou là, ok. ما تحكيوش عليهم بزاف. ركزوا واش قلت لكم ركزوا. Ok. واش comment dirais-je. Vous êtes concerné de telle ou telle chose. ما تروحوش تبعدوا بعيد. Ok. À répéter tous les 5 ans. Bien sûr. هنا c'est l'échelle score هذايا. Ok. هنا ديسي كارديوفاسكولار ا 10 ans هنا سي باغ اكزومبل وومن شي لا فام او شي لوم شوفوا مثلا 40 سنه 50 55 60 شوفوا لا فام 40 50 الي كي تبدا تقرب للستينات اللي يعود خطر اوكي لوم نو لوم نورمالمون من 50 يو فوالا نورمالمون من 50 سنه هنا اي لازم هنا كيعود سموكر معناتها كيعود افيك ان فاكتور دو ريسك شفتوا هنا العمر Ou le sexe, ce sont des facteurs non modifiables. Zaydin, smoker or no smoker, c'est un facteur de risque modifiable. Donc, il y a un smoker. Comme vous voyez ici, il y a un non-smoker, c'est pour qu'il y a 55 ans. Donc, c'est qui m'a dit que chez la femme, c'est supérieur à 60 ans. Chez l'homme, c'est supérieur à 50 ans. Très bien. La même chose ici, il y a un... Entre parenthèses, c'est une lecture. Il y a un boulden. اللي فيها low risk charts هنا high risk and
شوفوا باغ اكزومبل تلقاو باللي الجزائر راهي في البلدان التي تعتبر من اللي عندها ريسك خطير او كما نقولوا حنا خطوره، درجه خطوره عاليه. اوكي شفتوا هنايا الجزائر، فوالا حنا الجزائر اونتر بارونتيز شويه قلقه اتسيتيرا. Bon, les autres facteurs à prendre en compte dans l'évaluation du risque cardiovasculaire, les antécédents familiaux, l'insane li andou, par exemple, hypertendu, la famille dialou, c'est surtout le père et la mère, diabétique, hypertendu, hypercholestérolémie, etc. Obésité abdominale, elle a l'obésité abdominale que comment? Parce que l'obésité abdominale, le tissu graisseux abdominal, il y a un organe, dialou fi balkoum belli, il goul lik belli, le tissu graisseux fil kirsch, raho, يولي يخدم ان اورغان، يولي يدير يولي اونتر بارونتيز يولي كيف انا نقول يفرز مواد. اوكي يولي ان اورغان توت افي نورمال. لا سيدونتاريتي عدم القيام بنشاطات، نيفو سوسيال بيان سور ها فوالا، لو ستريس اي لي تروبل بسيكياتريك. لو ستريس حنا ان فيت لو ستريس كوم دي ستوديون ان ميديسين كوم دي ميديسان سي سورتو لو ستريس. اوكي لو ستريس لو ستريس مالادي انفلاماتوار اوتو اومين كذلك. Les maladies auto-immunes, par exemple l'hypothyroïdie, par exemple lupus érythémateux disséminé, par exemple la sarcoïdose, etc. Ce sont des maladies auto-immunes. Évaluation du risque cardiovasculaire par l'imagerie. Ah, l'imagerie focale, la présence de plaques à l'échodoppler des artères carotides ou fémorales. On a par exemple l'échodoppler, ou je m'arrête à l'échodoppler, c'est une échographie de sorte de dem. Je suis sûre que tu as vu, tu as vu dem. كي يعود اللون احمر وازرق. اوكي يعني اللي قرب سي احمر واللي قرب سي احمر والاخر اللي بعد سي زرق. اوكي تسمى كي تلقاو ما كانش هناك سيران للدم، دونك سي il y a une plaque quelconque. سكور كالسيك دي زارتير كورونير او سكانير، باسكو خلي بالكم بلي لو سكانير او بيان لا تومودنسيتومتري بو ديتيكتي لا كلاسيفيكاسيون les artères, utiles pour les patients à risque faible ou modéré qui n'ont pas atteint les cibles thérapeutiques avec les mesures hygiéno-diététiques. Voilà. Très bien, c'est pour une surveillance, on peut dire ça. On a des exemples of coronary artery scans, ok. Chauffons-nous la calcification parce que le calcium est opaque pour les rayons X, c'est presque mal à la dame. Donc le calcium, la dame, la même chose, donc surtout la calcification. La severe calcification, chauffons-nous la classification, vraiment, c'est il y a une obstruction un peu sévère. Je vois, je serais presque né, je serais les démocraties à des très bien. Ah, exactly. N'ayant intervenir en fonction du risque, agir sur les facteurs de risque, mais famille n'ayant des roues belcom qui fâche. Je vois, ma aimer n'a des hadrates. C'est qu'il faut qu'on ait l'aide mardana. Ok, ça va, je me trahis tout. Lesquels femmes touchent à l'inardement là. هذيك هي الصح اللي تفهموه، تفهموا لي كومبليكاسيون لي فاكتور دو ريسك كيفاش تتشكل، كيفاش لوندوتيليون كيفاش كان، كي تجرح كيفاش يولي. اوكي هنايا زعما كيشقوا القصه، كيف نقوم بعلاج لي باسيون. فوالا اجير سور لي فاكتور دو ريسك. فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولير ايليمون كلينيك او بيولوجيك دون لا بريزونس او لوغمونتاسيون ماجور ستاتيستيكمون لا موربي مورتاليتي كارديوفاسكولير. كيما قلت لكم كاين نون موديفيابل غير قابله للتعديل والقابله للتعديل. غير قابلة للتعديل سي العمر والجنس اللي هو اج. اوكي سكس ماسكولين فوالا لاج سي خاصة الكبار. لو سكس ماسكولين لا مالادي سورفيان بريسك 10 ans plus tard chez la femme، يعني بعد 10 سنوات كما قلت لكم سي بارابور ا لا مينوبوز. لو تريتمون هرمونال نا با دو رول دون لا بريفونسيون. باغ اكزومبل يقول لك باغ اكزومبل ان هوم يقول لك بلاكش ناكل لي زوستروجين نولي او تحميني من لاتيروسكليروز، نو قال لك ما عندها حتى معنى. حنا سي سورتو عندهم ماشي حنايا كمسلمين. نقطة لي زونتيسيدون فاميليو دو مالادي كارديو فاسكولار بريماتوري انفيريور ا 55 عام بير او فخير، هادو صلة القرابة من الدرجة الأولى اللي هما الوالدين والخاوة. اوكي ولا انفيريور 65 عام مير او سور. لي فاكتور دو ريسك موديفيابل اللي نقدروا ندخلوا فيهم لا ديسليبيديمي، الكوليسترول نقدر ينقص من لذاك الشحمه تاعو، يروح يدير سبور، تاباجيزم يحبس تكياف، لاشتيا يا اما ياكل دواء يا اما لي ميزور هيجينو دييتيك، لو ديابيت يحاول يوزن
او يريغلي اونتر بارونتيز يريغلي لو ديابيت او بيان لا غليسيمي ديالو لا سيدونتاريتي يحاول يتحرك يدير اون اكتيفيتي فيزيك لوبيزيتي ينقص من الوزن ريجيم اليمونتير اتيروجين يعني يخلص ينقص من الحوايج اللي يديروا الدسم ينقص من باغ اكزومبل جو سي با باغ اكزومبل ما يديرش الحوايج اللي فيهم الشحمه ما يكثرش الزيت زيت سونغو ولا المقالي بزاف اوكي اي لي فاكتور بسيكوسوسيو لي فاكتور بسيكوسوسيو ترجع للحاله تاع الشخص كو سوسوا لو ستريس طبيعه العمل طبيعه العيش طبيعه الدراسه خاصه نحن في الطب اوكي فوالا هنا داير لكم صعب لا ديسليبيديمي لا ريلاسيون دو كوز اي في شفتوا اوكي نحكي لكم على لا ديسليبيديمي نحكي لكم على ال دي ال حكيت لكم في الاول خلاص دونك نورمالكم على بالكم شو ال دي ال لو دانسيتي ليبوبروتين سو سون دي يعني شاحنه وش دير تحكم مواد البناء تروح طيشها في المناطق اللي ماهيش نورمالمون ما طيشهاش فيها اللي هما لي تيسيو لا ريدكسيون دو ال دي ال بار لي ستاتين اوكي دونك ديروا في بالكم باللي اللي عنده اي دي ام ولا عنده امراض القلب نعطيو له ستاتين اوتوماتيكمون لي ستاتين سو سون دي زيبو كوليستيريميا تنقص لنا في الكوليسترول اوكي تنقص في ال دي ال اي سي بيزوان لي زيتينيب هذا سي ان انيبيتور دو لابسوربسيون انتستينال تاع ال دي ال اي لي زينيبي باردون تاع لا غريس اي لي زينيبيتور دو لا بي 6 اس كي هذا 9 كي ديغراد لو ريسبتور هيباتيك دو ال دي ال يعني يروح يديغرادينا الريسبتور ما يخليش ال دي ال كاع يتيك تدخل بار ابسوربسيون انتستينال ديمينيو لو ريسك كارديو فاسكولير قلت لكم باللي الستاتين لي ستاتين سي ان تريتمون اوتوماتيك اي واحد عنده امراض في القلب نعطي له ستاتين وقال لك باللي ممتاز قال لك باللي مع الادويه الاخرين يعني اون كوربوراسيون نلقاو باللي راهو يفيد بزاف لا ستاتين لي ستاتين او بيان لا ستاتين يفيد بزاف في يعني في كيف نقولوا انقاص الخطوره ال اتش دي ال با اي لي بير تريغليسيريدي سون اسوسي ا ريسك كارديو فاسكولير ايلفي لكن شفت قلت لكم لي بير تريغليسيريدي بو بروفوكي وات peut provoquer un diabète sucré. Diru fi balkom belli l'a'bad la kan dertou les analyses w chftou les patients عندهم hypertriglycéridémie nqoulhom naqsou ya imma qaadin yechrbou fi lmachroubat lghazia wala yechrbou bzaf yakoulou bzaf lhalawiyat donc mouch mouzin w yakoulou bzaf les pâtes donc rah yitsra lhom hypertriglycéridémie donc khatir OK fhamna alash hypo donc HDL naqsa mich mliha donc mais ne sont pas considérés comme des cibles thérapeutiques yani hna ma rouhouch na'throu ala hadou rouhou na'throu ala lkhatir نروحو نقصو ال ال دي ال باغ لي ستاتين لا ليبوبروتيين اي ان فاكتور دو ريسك هيريديتير ا ميزوري سي بوسيبل ديروا في بالكم الحكماء بلي ال دي ال معلومه مهمه جدا 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 ميم في حياتكم العمليه ال دي ال راهو ديروا في بالكم بلي ماهوش متعلق بلو بوا قادر واحد خشين عنده ال دي ال ناقص قادر واحد رقيق تلقى تروح ديروا لي زاناليز تلقى لي زاد ديال طالع اوكي سكا معلومه لكم ديروا في بالكم الال ديالو ما عندوش علاقه سي ان فاكتور دو ريسك هيريديتير يعني يتعلق بالوراثه كاينين اللي يورثوه عنده رقيق اوكي كيما نقولوا حنايا ما بيش نرفيع خلاص رقيق وتقولوا تقولوا هذا ما عنده والو تروحوا للال ديال تاعو تلقاه طالع صاروخ فهمتوني وواحد خشين تلقاوه يعني ماشي خشين يعني باغ اكزومبل سور بوا ولا ليسونسييل اوبيس واش تلقاوه كاو لي زي دي مسكين تاعو ناقصين دونك ما عندهاش علاقه ال دي اس سي تان فاكتور دو ريسك هيريديتير تري بيان هنا فقط هنا زعما لي هنا الميديكامون اوكي لي زينيبيتور شفتو لي زينيبيتور اللي التي تمنع كومون ديراج تمنع ال دي ال من الولوج فوالا هذا اسمها سي سي تان تريتمون برك ماشي تركزوا فيه بزاف تري بيان هنا لي سيبل ثيرابوتيك دو ال دي ال ديروا في بالكم الحكماء بلي كي نديروا لا ستاديفيكاسيون تاع باغ اكزومبل تيل او تيل باسيون ماشي ديما ال دي ال اللي كان شفتو في الاول واش قلت لكم انايا درت لكم جدول في الاول قلت لكم بلي ال دي ال شحال يكون نورمالمون فوالا اللي كان شفتو قلت لكم بلي ال دي ال اقل من 1.6 غرام باغ ليتر هذا عند الانسان العادي بصح كي عندما يختلف فوالا وراحت وراحت اكزاكتلي لكن كي يعود عنده ريسك تري زيلفي لازم 0.55 غرام لا نورمال قل من 0.6 مش مشكل بصح كي يعود ريسك الفي دونك ال دي ال 0.55 غرام بار لتر اوكي اكزاكتلي هنا بريفونسيون سيكوندير انسيفيسونس رينال كرونيك سيفير ديبي دو فيلتراسيون غلوميرولا اقل من 30 ديابيت كومبليكي او بلوس 3 فاكتور دو ريسك عندنا ريسك الفي 0.7 باردون تبعوا معايا فقط يعني سي لا ميم شوز سي سكو جو فو دير
حكيت لكم قلت لكم لو ريسك تري زيلفي، معناتها احنا قلنا في لا نورمال قل من 0.6 يكون في الدم. العبد اللي عنده ان ريسك تري زيلفي بمعنى عنده انسوفيزانس رينال كرونيك سيفير وعنده ديابيت كومبليكي او بلوس 3 فاكتور دو ريسك، صفر حتى تلقاو تروحوا زعما تروحوا تشوفوا في لي زاناليست تلقاو باغ اكزومبل لانترفال يعني اقل من 0.6، تروح تشوف انت تقول 0.55 تقولوا مليحك مليح، نو 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 نو، تقولوا مسيو عندك ديابيت، عندك انسوفيزانس رينال، يقول لك وي وليدي والله صح ولا بنتي وي، دونك سي ان فاكتور 0.55 مش نورمال، اوكي ماهيش نورمال، الوغ كو هي في عند الانسان العادي قل من 0.6 نورمال. ريسك الفي دونك ريسك الفي تلقاه 0.7 دونك سي سوبيريور ا 0.6، اوكي تري بيان. اي هنايا ريسك موديري 1 غرام، ريسك فابل 1.16، ممتاز. هنا سما باش نقول لكم برك باللي هنا 0.5 ما تخدعكمش، ميم في لي زاناليز نيمبورت كيل اناليز كو سو سوا LDL ولا ميم لا كالسيمي ولا جو سي با باغ اكزومبل اي لا كرياتينين، اكم كاين حسابات نحسبوها وكاين حوايج نحطوها اون كونسيديراسيون باش نقول نورمال، ماشي تحكموا لي زاناليز نروح نشوف هنايا تاع اللابو نشوف الانترفال نقولوا خلاص راك صح مليح، نو نو نو، ديروا في بالكم باللي لي زاناليز مش اي واحد يقدر يقراهم، اوكي لازمنا نديروا دي كونسيديراسيون. فوالا هنا فقط هنايا تريتمنت جول فور LDL كوليسترول، هنا شوفوا لو موديريت زعما كيفاش نعالجو على حساب كيعود عنده ريسك ديمينوي موديري ايلفي تري زيلفي. فوالا خلصنا من LDL لو دنسيتي ليبوبروتين كوليسترول، نروحوا للتابا. لو تابا سي لو تاباجيزم اتيروجين اي بروثرومبوتيك. Donc, le tabac est un facteur de risque athérogène, c'est-à-dire peut participer à la formation de la plaque d'athérosclérose, perte de 10 ans de vie. Oui, bien, 3 ans pour l'HTA sévère. Chef tout, l'insane qui a un HTA sévère, il dit qu'il y a un qu'il y a 3 ans. L'ITKIF, il y a un qu'il y a 10 ans. OK ? Risque dose dépendant à partir d'une cigarette, bien sûr. Inch'Allah, quand tu parles, le pneumo, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, oui, c'est un facteur de risque. Et le tabagisme, c'est un facteur de risque. Toutes les formes sont nocives, y compris le tabagisme passif. OK. Et un moindre degré, la cigarette électronique. Yani, kamel, c'est un facteur athérogène. Mais si vous voulez un aliment, donc, c'est-à-dire que les abeilles, les sahabes, ou la femme, ils disent qu'il faut dire que le tabagisme est passif. On dit que vous avez une information, que la sclérose en plaque, la sclérose en plaque, هو ملتي فاكتوريال، لكن الاطفال الذين يعني نحكي لكم على حاجه اسمها درت لها دراسه درتها انايا في الرابور، لقاو باللي العباد الاطفال اللي والديهم الاب يتكيف سيتادير اون بو لو كونسيديري كوم ان تاباجيزم باسيف، لقاو باللي سي تان فاكتور ديكلونشون دو لا سكليروز اون بلاك، سيتادير كو ديروا في بالكم باللي ماشي الانسان ما يتكيف ويبعد على اللي يتكيفو، ما يدورش مع اللي يتكيفو، والله اللي يتكيفو يا خويا والله يا مثلا معليش انا من لا فامي روح تجي في بلاصه وبعدو، والله بعدو على التجمعات اللي وين تشمو الكار وبعدو، اوكي دونك حتى لو تاباجيزم باسيف بو بروفوكي دونك سي ان اتيروجين اوسي. لو ريسك كارديوفاسكولير ديمينيو رابيدمون ابري لاري اي ديسباري برسك توتالمون ابري 10 ا 15 ans اللي حبسو التكييف 10 5 سنوات يقدر يتنحى. لاشتيا حكماء ا بارتير دو 11.5 75 ملم دو ميركور شاك اوغمونطاسيون دو 20 ملم دو ميركور دو لا بريسيون ارتيريال سيستوليك او دو 10 ملم دو بريسيون ارتيريال ديستوليك دوبل ريسك كارديوفاسكولير، يعني لاشتيا فهمنا عليه باسكو تجرح l'endothélium. Le traitement de l'HTA diminue le risque de maladies coronaires, d'AVC et d'insuffisance cardiaque. Mais c'est fermé. Très bien. Parce que l'HTA, c'est très important de dire qu'on a tjerah et en même temps, ça affaire à l'OIA adamaïa. Le diabète multiple, le risque cardiovasculaire par 2 et 4 chez la femme. Parce que la femme est plus sensible au diabète qu'à l'homme. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez le diabétique. Je sens le diabétique parce que vous trouvez les oeillets de mémoire, vous trouvez à l'aise parce que vous avez le sucre. Le contrôle de la pression artérielle et du cholestérol diminue le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que, vous avez vu comme le choc, vous avez vu comme le choc, vous avez vu comme le choc,
ديروا في بالكم باللي اللي عنده لاشتيا روحوا ديروا لو كونترول تاع الديابيت تاع لا غليسيمي اوتوماتيكمون، ماشي تنساو. واللي عنده ديابيت ديريكتوم يقول لك انا ما عنديش لا طونسيون، يا وديروا في بالكم باللي لا طونسيون حتتقاس تتقاس، روحوا مباشره يدير لا سورفيونس تاع لا طونسيون، لو كونترول تاع لا طونسيون اي ميم تاع الكوليسترول. اوكي متفاهمين؟ هذه ما تزيدوش تروح لكم. راني نحكي لكم اللي عنده ديابيت ولا لاشتيا راهم هادو ما تلقاوهم ديما، تلقاوهم كيما نقولوا حنايا كي صحاب ديما مع بعضهم، ديابيت اشتيا ديما مع بعضهم، وزيدوا لهم شويه الكوليسترول. لو بينيفيس دو كونترول ستريك دو لا غليسيمي سور لو ريسك كارديو فاسكولير ني با فورمالمون ديمونتري، يعني ميم لو كونترول دو لا غليسيمي دونك افيك ماشي تكونتروليو لو لا غليسيمي وتخليو لا بريسيون ارتيريال لا طونسيون طالعه في السما، والله ما على بالكمش اصلا باللي راهو ايبر طونجو، والكوليسترول تروحوا لي زاناليست تلقاوهم بالله. دونك نو tout est complémentaire، راهي كاينه اون كومبليمونتاريتي. هذه هزوها، راني قلت لكم هزوها بربي ان شاء الله راكم تلقاوها. وتقولوا قالت لنا الحكيمه دو كلاس دونتي ديابيتيك ديمينيو لو ريسك كارديو فاسكولير، لي انيبيتور دو هنا اس جي ال تي سيتادير لي ريسبتور تاع الجلوكوز، اي لي زاغونيست دو ريسبتور دو جي ال بي 1. تري بيان اي فوالا. دونك سي سا ميكانيزم اوف اكشن. هنا زعما الفود سمول انتستين، هنا زعما كومون ديراج زعما ينقصوا لنا كيفاش نقولوا، ينقصوا من سوبريس الجلوكاغون، ينقصوا من الجلوكاغون، يحاولوا الانسولين باش ينقصوا هذه الميديكامون، ينقصوا لنا الجلوكاغون وتؤدي الى افراز الانسولين الذي ينقص من كميات او تراكيز الانسولين في الدم. L'obésité et syndrome métabolique. L'obésité abdominale est souvent associée à une hyperglycémie. Chefto, gutulkom belli le tissu graisseux abdominal araho est considéré comme un organe. Ok. Et où les fers mawad, il roche goul le glucagon, il dire hyperglycémie, il dire il tire il dire l'adrénaline. El mohim il dire ouh del hala. Ok. Une tension artérielle élevée, des triglycérides élevés, HDL bas, syndrome métabolique. C'est ça le syndrome métabolique. La surcharge pondérale et l'obésité sont associées à une augmentation de la mortalité totale et cardiovasculaire. Bimana, enno, l'insane li zayed fi lwazn yenqas, mahish mliha mish mliha mish mliha. Maintenir un BMI, c'est-à-dire Bio Mass Index, li huwa l'index de la masse corporelle, IMC, ok, entre 20 et 25 kg par mètre carré. Khi ta'rfou kifash tahsbouh ta'kom. تحسبوا تحكموا ان فيت تحكموا الوزن ديالكم تقسموه على الطول، بمعنى مثلا واحد مثلا متر 70 ولا متر 60 يحكم 1.6 اس 2 اوكي، يحكم لو بوا مثلا يوزن مع باليش انا باغ اكزومبل يوزن 50 ولا 60 ينقسمها على 1.60 اس 2 يلقى لا بي ام اي ولا لي ام سي ديالو لاندكس دو لا ماس كوربورال. خلي على بالكم بلي المليح هو من 18 ونصف او 18.5 جوسكا 25 كيلوغرام بار متر كار. تري بيان. ديمينيو لا بريسيون ارتيريال، اميليور لو بروفيل ليبيديك اي لا توليرونس او غلوكوز. تري بيان. لا سيدونتاريتي، على بالكم لا سيدونتاريتي، انا خلصنا الحكماء اوكي. كش ما عندكم كيسيون لا قولوا لي، انا خلصنا بريسك خلصنا، انا تيرميني. Voilà. Facteur de risque majeur indépendant de la participation à une activité physique. Exactement. L'activité physique diminue la mortalité cardiovasculaire et améliore les autres facteurs de risque. Ouchi gulkom. La règle c'est 5 sur 7. Ouch ma'anatha. Ya imma. Timshiou nous sa'a. Timshiou nous sa'a. 5 yam fis semana. Ok. Yani koul yom timshiou nous sa'a. Wallah. Timshiou. Comment dirais-je. Wallah. Tijeriou. Akom tisem'ou fiya. تجريو 15 يعني ربع ساعة لا ميم شوز، خمسة كومون ديراج خمسة لسمانة، بمعنى مثلا تبداو الحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس، هادوما يا إما تمشيوهم نص ساعة كل يوم والله تجريو ربع ساعة في هذا الخمس أيام. فوالا دونك سي سا القاعدة فقط. لي فاكتور بيان سور بسيكو سوسيو با نيفو سوسيو ايكونوميك، واش معناتها اونتر بارونتيز يدير لو ستريس الضغط باش يروح يجي كيفاش يوكل ولادو كيفاش فهمتوني، هذه هي ايزولمون سوسيال كذلك الانعزال سوسيال باغ اكزومبل اونتر بارونتيز لي فاغابون لي يعني اللي هما لي اس دي اف متفاهمين. كذلك لو ستريس بروفيسيونيل اي فاميليال باغ اكزومبل كيما كو سوسوا ميديكال ولا اوستيليتي اونكسيتي اي ديبرسيون. Très bien.
ريجيم اليمونتير اتيروجين، هذا مليح لكم حكماء اسمها باش نقول لكم فقط. هذه اللي قلت لكم، هذو لي ترونش هذوما سي بور فو، اوكي اغراف لي زوتر فاكتور دو ريسك اللي تبعوا معايا من الاول. دونك نخلصوا نديروا لي كو سي ام، تفاهمين انا خلصنا، دونك نديروا لي كو سي ام تبعوا معايا للاخر. باغ اكزومبل لي ديمينيو لي اسيد غراس ساتوري كيما فيون دو روج ترانسفورمي، اها نقصوا من اللحوم الحمراء. ايفيتي لي اسيد غرا ترانس، ديروا في بالكم، شوفوا معايا مليح، ديروا في بالكم لي لا فيون دو روج اللي هما اللحوم الحمراء. كاينه، شوفوا كاينه معلومه مغلوطه جدا جدا، نتوما تقولوا كومون ديراج لي فولاي، لا فيون دي فولاي تاع الدواجن، فوالا تقولوا باللي نقولوا ابيض، كي تشوفوا اللحم تاع الجلد تقولوا ابيض، نو ماهوش فيون دو بلانش، فهمتوا؟ راهي فيون دو روج. علاش تلقاوها بيضة؟ باسكو هذا الدجاج يتربى في جو سي با في شو يسميوهم، في الكراجات هذوك، ما يخليهمش يجريو، وبالتالي الدورة الدموية ما تخليش اللحم يحمر، فهمتوني؟ عليها تلقاو اللحم تاع الدجاج بيض. اللحوم البيضاء هي كيما تاع الاسماك، شوفوا اللحوم تاع الاسماك ممتازة ممتازة جدا. انا ننصحكم مثلا بالسردين، ننصحكم يعني ماشي ديما كلوها لشتا مرة في الشهر، ننصحكم بالميرلون على بالكم مفيد جدا، ننصحكم كذلك اللي يقدر بيان سيغ اللي يقدر، يعني مش حنقول لكم باغ اكزومبل تشريو كيلو، باغ اكزومبل شريو باغ اكزومبل سمكه واحده ولا، وكولوا ووصيو والديكم كذلك انهم ياكلوا باسكو فيهم الاوميغا 3، الاوميغا 3 مليح للدماغ، ينقص من الكوليسترول ايتترا ايتترا. ايفيتي لي اسيد غرا ترانس، ميغرين دو فوالا، مارغارين دور بيان سيغ، لا مارغارين دور لي من الاحسن والاحسن نستخدمه الزبده، صحيح انه الزبده شويه غاليه بصح الانسان اونت بارونتيز صحته اغلى من لا مارغارين ولا من الزبده. اوكي باتيسري بسكوي انفيريور ا 5 غرام دو سيل، واحد ينقص الملح، يزيد في لي فيبر لي سيريال كومبليت، القمح الكامل، ديروا في بالكم بلي الخبز اللي ناكلوا فيه تاع برا هذا راهو مش مليح، حاولوا كيفاش تولفوا داركم تاع داركم ولا توصيوا والديكم انكم تشريوا القمح عوض السميد، اوكي ولا تخلطوا شوي سميد شوي قمح على الاقل تستفادوا. 2 3 بورسيون دو فروي بار جور، كو سوسوا دوك باغ اكزومبل الموزم تاع المندرين، كلوا المندرين كلوا تشينا، اوكي دو رومان، اوكي 2 ا 3 بورسيون دو ليغوم بار جور، مثلا بطاطا، مثلا جو سي با، مثلا دوكا شوفلور مليح بزاف بزاف. لي بواسون شفتوا هما انا قلت لكم على حساب الاسعار مره في الشهر بصح هو في الصح ناكلوها مره الى مرتين في لا سيمين، اوكي اوغمونطاسيون دي نوا نون سالي باغ اكزومبل تاكلوا ديروا كي نقول لكم باغ اكزومبل شريو مقدار 10000، ماشي حنقول لكم انا تشريو تاع كيلو، باغ اكزومبل شوي لوز شوي جوز شوي نوا د كاجو شوي بيستاش شوي شوي بصح ما ديروا ما تشريوش المملحه، شريوهم نون سالي. اوكي ايفيتي الكحول، حنا ماهمش ماشي حنايا ماناش المسلمين، ايفيتي لي بواسون سكري اللي كنشفيتو المشروبات الغازيه خاصه. بعدو انا عارف بزاف بزاف دي بيرسون يشربوا الغازوس ما يحبسوش، وكاينين اللي نصحتهم والحمد لله كان عندهم لي تريغليسيريد طالعين، والحمد لله كي وصيتهم ونصحتهم انهم ينقصوا الحمد لله، حتى بال كيما نقولوا حنايا تنحلهم نقصرهم، راح لهم لو سوربوا، راح لهم هذاك لانتوليرانس تاع لا غليسيمي والحمد لله. تري بيان، هنا بريفنير بريفونسيون انديفيديوال بريسكرير دو لاسبيرين، c'est une question très importante quand meta نمدو لاسبيرين. قال لك انتري ان سيرتان بريفونسيون بريمير ريسك ايموراجيك، قال لك في لا بريفونسيون بريمير باش ما يتحولش الى مالادي كارديوفاسكولار سي با لا بين، لكن سيستيماتيك اون بريفونسيون سيكوندير، في رايكم علاه بريفونسيون سيكوندير؟ باسكو صرات ترومبوز، وخلي على بالكم بلي لاسبيرين سي ان انتي اغريغون بلاكيتير، سي بور ايفيتي لا فورماسيون دي ترومبوز، فوالا سي سا سما في لا بريفونسيون بريمير. هذا ركزوا وقتاش نستخدموا لاسبيرين، يقول لك اسكو نستخدموه في لا بريفونسيون بريمير باغ اكزومبل واحد سان ولا نو، نستخدموه الا اذا انسان ديجا عنده ان ريسك ولا عنده ديجا اون مالادي كارديو فاسكولير، نمدو لهم لاسبيرين اوتوماتيك، اوكي في لوردونونس دو سورتي ديما نمدو لاسبيرين. تري بيان، بريفونسيون كوليكتيف هذه الجماعيه لي تونتي تابعه، علاش الجماعيه اونتي تابا؟ باسكو قلنا لو تاباجيزم باسيف بو بروفوكي او بيان سي ان فاكتور اتيروجين، ريغليمونطاسيون دو لاندستري اليمونتير اونتر بارونتيز ينقصوا نورمالمون المصانع التي تبيع المشروبات الغازيه خاصه
بدون المعايير الصحية فيها بزاف السكر، اوكي، ايدوكاسيون سكولير للاطفال، نقص نقولوا لهم ديروا سبور ايتترا، كومباني دانفورماسيون تاع الحملات التوعية، اكسي او سبور اي زون دو بلان اير. مالوغوزمون حنا ما عندناش لي زون دو بلان اير، دير سبور باغ اكزومبل برا، وما لاش يديروا حنا كمسلمين مثلا للبنات وحدهم، مثلا يديروا دي جو سي با باغ اكزومبل دي زون دو بلان اير وحدها تاع بنات وتاع الكره، مش مشكل، حنا كمسلمين نتقبل هذا، لكن يبقى سبور والانسان يشم الهواء النقي مهمه جدا. لا كونكلوزيون باش نديروا لي كوسيام الحكماء، لاتيروسكليروزي لا بروميير كوز دو مورتاليتي دون لو مونت. علاش؟ باسكو عنده لي كومبليكاسيون، لي فاكتور دو ريسك كونترين اون ديسفونكسيون اندوتيليال، واش تفهمنا جرح، اوكي انا خلصنا. La pénétration du LDL classe constitue un noyau lipidique qui va être entouré par une chaîne fibreuse, plaque athérosclérotique. La rupture de la chape entraîne la formation de thromboses obstruant plus ou moins des artères. Hna hiya la prévention secondaire li ndirou fiha l'aspirine. La prévention passe par le contrôle des facteurs de risque, le tabac, la dyslipidémie, l'HTA, le diabète sucré. L'aspirine est réservée à la prévention secondaire. Hadi tahfouha kima asma'kom la kadchkaou. كيما قلت لكم احفظوا بلي لاتيروسكليروز يتموضع في الانتيما، كيما قلت لكم احفظوا لاتيروسكليروز يقيس لي زارتير دو مويان اي دو غرو كاليبر، كيما قلت لكم احفظوا كيما اسماءكم لي كومبليكاسيون تاع لاتيروسكليروز. حكيت لكم على الافي سي، حكيت لكم على الافي سي اسكيميك بلي بريسيزيمون، جي بارلي سور لو سيندروم كورونير ايغو، جي بارلي سور لانيفريزم دو لاورت ابدومينال، جي بارلي سور لاومي لارتيريوباتي اوبليتيرونت دي ممبرز انفيريور. انتيري دو لا بريفونسيون كوليكتيف على ليشيل دو لا بوبولاسيون اللي كاينه بنيه مجتمع يعني صحي. فوالا ايجين دو في لي ميديكامون انجيوبلاستي كورونير، هذه مع الاخر سي سا انجيوبلاستي كورونير، يعني كي تعود كاينه اون بلاك باش نقصوا يعني لا ليميير ديمينوي دو كاليبر. شوفوا نديروا لونجيوبلاستي، ندخلوا واحد بالون، البالون هذاك فيه واحد الستاند اوكي ميتاليك، ونخليه باش نخليو الدم يمشي نورمال. هذه باش نقول لكم ماكسي كوا لونجيوبلاستي. الكوسيام نبداو على بركه الله حكماء، الكوسيام بور تيرميني الوغ باش نثبتوا المعلومات تاع لاتيروسكليروز. الوغ بريسيزي بارمي سي بروبوزيسيون، شوفوا نتوما عندكم غطيو لي بروبوزيسيون باش تشوفوا رواحكم صحاح ولا ماشي صحاح، متفاهمين؟ دورينافون عودوا غطيو الا بي سي دي او باش تشوفوا اسكو رواحكم صحاح ولا ماشي بصحاح. بريسيزي بارمي سي بروبوزيسيون لي كومبليكاسيون بوسيبل دو لاتيروسكليروز. الافي سي ايموراجيك، ما تصلحش افي سي ايموراجيك باسكو لاتيروسكليروز اي بوشي اوكي بروفوك اون اوبستركسيون، ماشي يدير الضغط. جينيرالمون الافي سي ايموراجيك اي بروفوكي بار اون اتش تي ا سيفير، اوكي اتش تي ا مالينيا، هايبرتونسيون ارتيريال مالينيا. La VC ischémique, je vous le dis, comme les complications. La VC ischémique. La thrombose veineuse profonde, derrière la cholécystite, alors non. La thrombose veineuse profonde, non. La thrombose veineuse profonde, comment dirais-je? C'est un thrombus. Thrombus, يعني متكون من الكرة الدمية الحمراء، ماهوش ما عنده حتى علاقة بالاتيروسكليروز، متفاهمين؟ Donc l'athérosclérose, je vous l'ai déjà, mais qui serait les artères. Très bien. Les syndromes coronaires aigus, SCA, tu fermes, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Nous allons voir la dernière chose, nous allons voir. Chez le diabétique, quelles sont les mesures dont l'efficacité est prouvée dans sa prévention des événements cardiovasculaires? Il y a un contrôle strict de la glycémie, contrôle strict de la glycémie, il y a un contrôle strict de la glycémie, il y a نديروش ما نقصولوش لا كوليستيروليمي، بريسكريبسيون دو ستاتين خي قلت لكم اوتوماتيك، بريسكريبسيون دو لاسبيرين نون قلنا غير في لا بريفونسيون سيكوندير، هذا راهو ديابيتيك برك. كونترول دو لا بريسيون ارتيريال خي تفهمنا تاع لا كوليستيروليمي والبريسيون ارتيريال، وقال لك بلي كونترول ستريكت دو لا غليسيمي ما يدير والو وحده. تري بيان، لازم بريسكريبسيون دو ستاتين، كونترول دو لا بريسيون ارتيريال. زيدو زيدو غطيو ليه ا بي سي دي لا بلاك داتيروسكليروز فولنيرابل. شوفوا راني نقول لكم الاجوبه ونقول لكم علاه، اوكي. لا بلاك داتيروسكليروز فولنيرابل واش معناتها فولنيرابل الحكماء؟ معناتها انستابل فيسوري اي كاركتيريزي بار اون لوميير ارتيريال تري ريتريسي. واش رايكم؟ راهي فولنيرابل لكن شفتو راهي فولنيرابل ماشي تري ريتريسي. دوك نروحو للتصويره وتشوفوها. اون شاب فيبروز فين، متفاهمين؟ خي قلت لكم حفظوها كيما اسماءكم. اون شاب فيبروس فين، اون شاب فيبروس ايباس، كي تعود ايباس يتعود خي قلت لكم كيعودو مربوطه مليح بالخيوط، دونك سي اون بلاك ستابل.
بالعكس، كي تعود شاب في بروس في معناتها الخيوط متراخيه، وبالتالي سي اون بلاك فيسوري ولا فيلنيرابل معناتها انستابل. ان نوايو ليبيديك لارج وي، متفاهمين؟ ان نوايو ليبيديك فابل نو. نروحوا للتصويره باش سيغ بلاس باك باش تاكدوا عليها فقط. قلت لكم هزوها، لكم هزوها كيما اسماءكم كذلك. شوفوا الحوايج اللي نقول لكم ركزوا عليهم، ركزوا عليهم، فهمتوا؟ بلاك فيلنيرابل واش فيها؟ نوايو ليبيديك لارج، شفتوا الخيوط، الخطوط او الخيوط عفوا متراخيه شاب فيبروس فين. ومن بعد قال لكم باللي اسكو لا شهاديه فيلنيرابل كومون ديراج ديمينيوي نو اسكو سي غراف. اوكي وير از ات؟ تري بيان، فوالا متفاهمين. متفاهمين نروحو قالكم زيدو غطيو هادو، انا خلصنا. اوكي قالكم ان اوم في عمره 33 سنه، دونك نروحو نشوفو ان اوم سي لو سيكس ديالو سي سيكس ماسكولين اجي دو 33 ans. واش معناتها؟ سي ان جون. اوكي لاج ديالو سي با ان فاكتور دو ريسك. قلنا شي لوم نورمالمون سي سوبيريور ا 50 ans. اسيمبتوماتيك، ممتاز. Consulte parce que son frère, antécédents familiaux de 45 ans, يعني قل من 50, a récemment fait une mort subite. Il ne fume pas. Sa tension, يعني هذا المخلوق ne fume pas. OK. Sa tension artérielle 120/79. Sa glycémie est à 0,99 grammes par litre. Ça chauffe chouïa طالعه. C'est presque 1 gramme. Qu'est-ce que vous faites pour réduire son risque cardiovasculaire de ce patient? Bon, Wellen, donc en fait la famille, donc ça c'est un facteur de risque. L'âge ou le sexe dialo rahom, donc le sexe masculin, c'est un facteur de risque. Bsah, l'âge raho qal men 50. Metfahmin. Il ne fume pas, alhamdoulillah. Donc, il y a un facteur de risque de tabagisme. La tension est très bien. La glycémie est très bien. C'est vrai. Il est très bien. Normalement, c'est 0,70. C'est vrai. OK. Il y a 1,26. C'est la préférence. C'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce que... Donc, c'est très bien. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous préconisez un régime avec une activité physique? Est-ce que vous préconisez une statine à forte dose? Vous préconisez une statine à dose modérée, vous préconisez de l'aspirine, vous préconisez un bêta bloquant. Eux, ils ont bêta bloquant. Un bêta bloquant avec khatem, bêta bloquant, je sais pas dire. Bon, اول حاجه شوف كالو يعني حاجه لوجيك، vous préconisez un régime avec une activité physique. هذه حتى واحد معدي عليكم تمدوا له هذه كوم نصيحه، متفاهمين؟ دونك سي ا. Vous préconisez une statine à forte dose, علاش؟ parce que هنا لو فرير ديالو لي عنده 45 سنه ريسامون في اون مور سوبيت سي كوم انتر بارونتيز سي بور لا بريفونسيون مليحه على افورت دوز دونك سي ا اي بي لاسبيرين قلنا بريفونسيون سيكوندير هو ماهوش مريض اوكي كو سو عنده برك فاكتور دو ريسك عند لو فرير ديالو اوكي مي بيتا بلوكون سي اون كونتر انديكاسيون كيفاش هو المخلوق صحيح نورمال قلبو يخبط لا طونسيون تاعو مليحه L'attention, c'est un peu plus de temps. Tu as dit que tu Non. Alors, sur le câble d'Akhir, les lésions d'athérosclérose se voient sur les artères et les veines. Où est-ce que tu as dit sur les artères seulement, même si tu as les veines. Débute dans l'intima. Là, les lésions. Femme-toi. Les lésions d'athérosclérose débutent dans l'intima. Là, il y a un peu plus parce que ماهيش دون لانتيما فريمون بصح كاين اللي يقول لك دون لانتيما وكاين اللي يقول لك نو باسكو في لا لوميير فهمتوني لي ليزيون داتيروسكليروز لي ليزيون داتيروسكليروز ديبيوت دون لانتيما هو حتى تصرا فيسوراسيون تاع لا بلاك وتبدا تظهر في لا لوميير باش تبدا كي تعود لداخل وكتعود ستابلي ما تبانش فهمتوني دونك لا ليزيون داتيروسكليروز بريدومين شي لي فام افون 50 ans نو avant 50 ans, sont protégés par les oestrogènes, comme la ménopause, contient des macrophages, oui, donc la lésion, contient des macrophages, entre parenthèses, spumeuses, les cellules spumeuses, débute dans la média, ou est-ce que non, je sais, normalement, c'est D, contient des macrophages,
اوكي ديبي دون لا ميديان، وانا قلت لكم باللي جو بونس كو يقصدوا هنايا لا فيسوراسيون اللي راح تظهر في لا لوميير، عليها ديبي دون لانتيما ديبي دون لا ميديان، في زوج ماهمش. وزيدوا تاكدوا لاتيروسكليروز توش ابيتوالمون لي زارتيريول دو غرو، شفتوا قلت لكم حفظوها باسمائكم، حفظوها كي اسمائكم. يا اخي قلنا لاتيروسكليروز توش ابيتوالمون لي زارتير دو مويان اي دو غرو كاليبر، متفاهمين؟ خلاص هذه القاعده. نروحوا لي بروبوزيسيون، لي زارتير دو غرو، لي زارتيريول دو غرو اي دو مويان كاليبر. اصلا ما كاينش لي زارتيريول، لي زارتيريول راهم دو بتي كاليبر، دونك هذه لا بروبوزيسيون غلطه. بي لي زارتير دو بتي كاليبر غلطة، احنا قلنا دو مويان، لي زارتير دو مويان اي دو غرو كاليبر. لي زارتير دو غرو كاليبر يس، لي فين دو كاليبر مويان نو، لي فين نو، لاتيروسكليروز نو توش با لي فين. لي زارتير دو كاليبر مويان وي، باسكو لاتيروسكليروز توش لي زارتير دو مويان اي دو غرو كاليبر. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واش يقول لك؟ يقول لك توماس سيدنهام يقول لك a man is as old as his arteries، بمعنى حافظوا على لي زارتير تاعكم، معناتها باللي قادر في عمر انسان اللي ما ياكلش مليح وما يترباش على لي ميزور ايجينو دي تيتيك كونفينابل رايح يكبر. اوكي a man is as old as his arteries، يعني رايح يكون كبير في العمر حسب صحته. دونك الصحة والأمراض دوك تنقص بالعمر، كما قلت لكم لاشتيا تنقص 3 سنوات من العمر، لو ديابيتيك رايح ينقص بعشر سنوات من عمره. الفيمور باردون لو فيمور اي لو ديابيتيك جو بونس 15 سنة، فوالا لو ديابيتيك ينقص 15 سنة. إذا حافظوا على صحتكم، الإنسان يحافظ على صحته فهي كيف يقولوها هي كنز ديالو. جيسبر تكونوا فهمتوا. كش ما كاين اسئله بوغ تيرميني، على بركه الله. هاي الحكماء vous avez des questions؟ انا خلصنا اوكي، انا خلصنا برسك، اني طولت شويه باسكو حكيت لكم شويه على لي كو سي ام، ومليحه جيسبر ان شاء الله تكونوا ثبتوا بلي كو سي ام هادوما. الوغ اني كوشن بوغ تيرميني، هاي الحكماء رانا خلصنا وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. vous avez des questions؟ اللي عنده une question ولا j'espère normalement j'ai en fait j'ai fait le maximum pour vous simplifier les choses pour واش نقول لكم، راني حطيت لكم لي زيماج دي بتيت فيديو باش تفهموا من العام الى الخاص وتفهموا لو كور باذن الله تعالى. ركزوا لي على واش قلت لكم وتوكلوا على ربي سبحانه وتعالى. Alors, any question؟ نعم أو لا، إذا كان نعم حطوا لي la question، ما كانش عليه pour arrêter la vidéo. هاي باش نخلص la vidéo. هاي الحكمة. خلاص؟ اذا خلصنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا كما قلت لكم هزوا، حاولوا تقراوا الميدسين، حاولوا تقراوها بحب اوكي، حاولوا تحبوها. صحيح تمر علينا لحظات انه الانسان صح يفشل، لكن ديما الانسان يدير ربي في باله، لانه اللي يدير ربي في باله الله ما يخليه. كما نقول احنا لا تنسونا بصالح دعائكم. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.